بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النصف الاول من حلقتنا مجموعه من الاخبار، والحقيقه يعني ابتدى المشوار لكل الالعاب. الحقيقه بقى خلاص دخلنا في بدايه الموسم، مرحله الاعداد والاستعداد للموسم انتهت. فرقنا دلوقتي في كل مكان ويعني بتستعد او بتبتدي خطواتها الاولى في هذا الموسم، وهنتكلم بالتفصيل عن اخبارنا وعن فرقنا كلها في النصف الاول من حلقتنا. النصف الثاني الفقره الحواريه، مش هينفع يكون فريقنا في كره السله بيخوض بكره او بتبتدي بكره يوم 21 منافسات بطوله العالم انتر كونتيننتال لكره السله بدون ما تكون حلقتنا عن كره السله في النادي الاهلي. هيكون ضيفنا النهارده كابتن هاني عبد المنعم، كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق واحد اساطير اللعبه، وطبعا مشاركته في كاس العالم 94 ويعني تصنيفه كواحد من افضل لاعبي الارتكاز اللي جم في مصر، هيكون ضيفنا في النصف الثاني من حلقتنا. هنتكلم معاه عن الباسكت في النادي الاهلي، هنتكلم عن استعدادات الفريق لبطوله الانتر كونتيننتال وحظوظنا في الفوز في هذه البطوله في اي مباراه، وهنتكلم معاه كمان عن البطوله العربيه اللي هتنطلق بعد يعني اقل من 10 ايام في الدوحه. بعد ما يرجع الفريق هيرد تاني على قطر عشان يلعب ان شاء الله البطوله العربيه ابتداء من 1 اكتوبر حتى 11 اكتوبر. هنتكلم معاه فيها وحظوظنا ايضا، خاصه ان احنا حامل لقب البطوله العربيه السنه اللي قبل اللي فاتت، والسنه اللي فاتت وصلنا فاينل ولكن صادفنا عدم توفيق، يعني خاصه بعد عدم توفيق طاقم التحكيم في اخر مباراه، ولكن يعني كان في اخطاء ومستر اجوستي عالجها، وبعد كده كان موسم يعني تاريخي للفريق بعد ذلك. هنتكلم مع كابتن هاني عبد المنعم عن كل شيء. خلينا الحقيقه نروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد رجال كالعاده. طب ليه كره اليد؟ لانه عامه لعبه كره اليد يعني فرضت نفسها كاللعبه الشعبيه الثانيه، اكيد بسبب نتائج منتخباتها. نتائج المنتخبات على يعني كلها على الصعيد القاري او الصعيد الدولي نتائج مشرفه كافضل فريق جماعي بيشارك في البطولات الدوليه في مصر. ففرض نفسه كلعبه الشعبيه الثانيه، والحال داخل جدران النادي الاهلي كره اليد بتستعد من خلال مشاركتها في بطولة الدوري لمشاركتها في بطولة الأبطال الأفريقية اللي هتبتدي آخر الشهر. النادي الأهلي كان عنده مباراة مع الجياد وفاز عليها في دوري المحترفين. فوز كان المباراة كانت في صالة المركز الأولمبي في في منطقة سموحة بإسكندرية. الصالة دي الحقيقة من الصالات الجميلة، طبعا صالة القوات المسلحة بسموحة، وهي الحقيقة من الصالات اللي أنا كنت أحب ألعب فيها قوي، يعني الباركيه بتاعها حلو، والصالة زي ما حضراتكم شايفين المدرجات بعيدة عن الملعب، فكنت تحس دايما إن الملعب واسع. فأنا سعيد النهاردة إن المباريات بدأت تتلعب على الصالة دي من جديد، طبعا بعد الصيانة واللي تم فيها زي ما حضراتكم شايفين، صالة على أعلى مستوى، وأوض اللبس حاجة جميلة جدا جدا. طيب النادي الأهلي دايما في كرة اليد معودنا كوبي بيست من كل المباريات اللي فاتت، شوط أول بيأزم، شوط أول بينتهي بالتعادل أو بالخسارة، ولكن تخش أوضة اللبس تطلع فريق آخر. الحقيقة دي مش صدفة أكيد، وإحنا قرينا ده من البداية، من أول ما بدأ الفريق يبتدي ماتشاته في جولاته اللي فاتت كلها وقرينا ده. مستر ديفيد ديفيز ليه سياسة، الشوط الأول بيشارك كل اللاعبين، بيعمل روتيشن عالي وسريع، بيبقى بناء عليه او بيترتب على ذلك اهتزاز المستوى. طب ده مقصود؟ ايوه ده مقصود. طب مقصود ليه؟ عشان النهارده انت مش هدفك ان انت تفوز بس، انت هدفك ان انت تكتشف فرقتك وتستعد فرقتك كامله عشان ترايح بطوله ما فيهاش رحمه، بطوله افريقيا للانديه الابطال اللي هتلعب في الكونغو برازافيل اخر الشهر، ما فيهاش رحمه بعد اسبوع او اخر الشهر، خلاص احنا بقينا في اخر الشهر ولكن هي بعد اسبوع، فاتصور ان الجوله الجايه تلعبها وهتسافر ده اذا لعبتها. فالنهارده هو ما عندوش وقت يجرب، رجع من بطوله البوسنه بيجرب في الدوري، فالشوط الثاني عايز يكسب، فبتلاقي تحول في اداء الفريق. طيب كل كلامنا ده حصل واحنا قريناه من الماتش الثاني اللي لعبته كره اليد، وحقيقه مش احنا بس اللي لاحظنا، كل المهتمين بكره اليد جوه النادي الاهلي اهتموا ده او شافوا ده. طب مباراتنا مع اصحاب الجياد خلصت الشوط الاول بفوز اصحاب الجياد 11-9. لما تشوف بقى نتيجه المباراه خلصت كام؟ 31-20. يعني انت حطيت بالظبط 22 هدف او 22 هدف بالظبط في المقابل في الشوط الثاني، في المقابل دخل فيك 9 اهداف او استقبلت 9 اهداف، معنى كده ان فرقه مختلفه تماما. الموضوع ملوش علاقه غير انه دي سياسه مستر ديفيد ديفيز، وبالمناسبه احنا قلنا لكم دي سياسه مستر اجوشتي كمان. مستر اجوشتي بوش ما قاله سنتين معانا خلاص حفظنا نظامه، الشوط الاول والثاني بتنتصف المباراه، بعد كده الثالث والرابع بتلاقي فرقه ثانيه.
دايما النادي الاهلي هي دي سياسته وده الصح. كنا زمان بنعاني في كره اليد ان احنا نتفوق الشوط الاول ونجيب والشوط الثاني نخسر في اخر دقيقه او اخر دقيقتين. الحال تبدل، عايز تكسب تفنش كويس. طيب فرقتنا اخبارها ايه؟ فرقتنا لعبت كذا جوله، لعبت الزهور والمعادي والعبور وسموحه والشمس وفزنا فيها كلها. والنهارده طبعا بنفوز على اخر جوله الجياد، اصحاب الجياد، فكده بنوصل لرصيد 18 نقطه. احنا كده متصدرين الدوري باريحيه، ولا تعادل ولا هزيمه، كلها فوز. طيب نفس الرصيد مع نادي البنك الاهلي، واللي ادى لنادي البنك الاهلي الافضليه انه يتساوى معانا فوزه على نادي الزمالك في 100 عقبة، فده خلاه يقدر يتساوى معانا برصيد 18 نقطه، ولكن فرق الاهداف لصالحنا فاحنا اول الدوري. بيجي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 14 نقطه، ولكن لسه بدري. يعني احنا الدوري اول الدوري، ولكن بقول لكم لسه بدري جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم الجوله الجايه هيكون مع نادي الاولمبي، وهتبقى يوم الثلاث اللي جاي باذن الله. وبعد كده اتصور ان الدوري خلاص هيقف للنادي الاهلي، الدوري هيستمر في الفرق الاخرى، وكمان المرتبط بتاعنا اللي هو 2004 هيستمر في اللعب، ملوش دعوه الفريق هيسافر، ماتشاته بس هي اللي تؤجل، انما الدوري شغال مش هيقف. وده الصح، انت بتاجل الفرقه بس اللي مسافره، ما بتاجلش الدوري كله. بس ما حدش عارف، ممكن لجنه المسابقات تيجي بعد شويه وتقرر عكس كده. خلينا نشوف وهنقول لحضراتكم طبعا اللي هيتم ايه. بالمناسبه في بطوله الابطال لكره اليد بيشارك فيها الرجال والسيدات، مش الرجال بس، ودي كان قرار احنا بنحيي فيه النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، وبنحيي فيه مجلس اداره النادي الاهلي الدعم المستمر لفريق السيدات. احنا كنا او كل المتابعين قال لك ان مشاركه ابطال الكؤوس اللي فاتت لفريق كره اليد اللي حصل على المركز الثالث قد تكون مشاركته الاخيره في افريقيا، ولكن النادي الاهلي ما عملش كده. النادي الاهلي مستمر في دعم الفريق السيدات. وعندنا اخبار كويسه انا هقولكم مع فريق الناشئات اللي بيلعبوا بطوله افريقيا دلوقتي، يعني مصر بتقرب في كره اليد يعني سيدات في كل الاصعده. فالحقيقه ده حاجه يعني ساعدتني جدا جدا، النادي الاهلي بيستمر في دعم السيدات لان احنا نقدر نحقق ميداليات دوليه زي ما اليد بيحققها. احنا نفس الطبيعه الجسمانيه الرجال والسيدات، يعني رفع الاثقال هتلاقي رجال وسيدات كويسين. اي لعبه كاراتيه رجال وسيدات، كنا عندي استغراب دايما ليه رجال اليد بيلعبوا وليه السيدات ما عندناش منتخب، ودي كانت حاجه الحقيقه بتضايقني جدا. كنا نروح منتخبات مصريه كتير رجال وسيدات سله ويد في بطوله الالعاب الافريقيه وبطوله الالعاب العربيه والبحر الابيض المتوسط، وشاركنا احنا في كل الكلام ده، فكنا بنزعل قوي لما بنلاقيش فريق اليد سيدات. ولكن النهارده الحال تبدل، والنادي الاهلي الحقيقه هو اللي بيتزعم هذا الاتجاه انه بيساند فريقه بشكل كبير. طيب بالمناسبه كمان خلينا نروح للسيدات بالمره، وكمان احنا بنعرض صور للسيدات. السيدات زي ما قلت لحضراتكم بيلعبوا كمان بطوله المنطقه استعداد للسفر لبطوله افريقيا، ولعبوا ماتش ودي مع سموحه. ناس كتير ما اتكلموش على الماتش ده، يعني وسائل الاعلام غفلت شويه ان في ماتش مهم جدا مع سموحه لعبناه ماتش ودي وانتهى بفوز النادي الاهلي 35-25. واكيد بنشكر نادي سموحه انه اتاح الفرصه دي لينا، والمباراه اتلعبت على استاد الامير عبد الله الفيصل، ودي صور ليه. احنا اكيد من هنا بنشكر نادي سموحه، زي ما بنشكر نادي طلائع الجيش اللي جه لعب ماتش ودي ووافق انه يلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي باسكت قبل ما يسافروا. احنا بنشكر كمان نادي سموحه اللي نورونا وشرفونا هم ونادي طلائع الجيش كرة سلة رجال، ولعبوا ماتشات ودية مع فرقنا عشان تستعد قبل السفر للبطولات العالمية. أكيد دي حاجة بتسعدنا، وده بيجي في إطار العلاقات الجيدة جدا جدا بين النادي الأهلي والفرق الأخرى والأندية الأخرى. طيب الماتش ده كان يعني ماتش ودي تشارك فيه الكل، اتلعب على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وده زي ما قلت لحضراتكم بيجي قبل سفرنا أو سفر البعثة بالكامل إن شاء الله للكونغو برازافيل. وعايز أقول لكم إن شاء الله هيكون رئيس البعثة الكابتن خالد العوضي وش السعد إن شاء الله، زي ما كان معاهم في البوسنة وقدرنا إن إحنا ناخد التالت إن شاء الله بإذن الله. نقدر بإذن لا خدنا تاني، أنا آسف، وصلنا فاينل، ده ما يتنسيش أبدا. ويعني إن شاء الله يكون برضو يعني وش السعد. لعبنا 4 ماتشات سيدات الفترة اللي فاتت، لعبنا مع مركز شباب الجزيره والزهور والهيوبليس والبنك الاهلي، والحمد لله فزنا في جميع الماتشات. وزي ما قلت لحضراتكم ان فرقتنا طبعا هي حامل لقب الدوري والكاس، ورجال ايضا احنا حامل لقب الدوري والكاس، محتاجين نكمل، محتاجين نستمر. الحقيقه برضو خلينا نطلع من الخبر ده الحاجه. طيب يعني جاهزين نخش في الخبر اللي بعد كده ولا نطلع لفاصل يا جماعه؟ طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا. عندنا اخبار كتير، لا تذهبوا بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فريق كره اليد سيدات، وكنت بقول لحضراتكم ان احنا يعني ماشيين بخطى
ثابته في الناشئين والناشئات كمنتخبات، والمنتخب الكبير للسيدات واللي بيبرهن على كلامي ده هو فريق ناشئات كره اليد مواليد 2006، واللي طبعا استطاعوا ان هم يفوزوا او يتاهلوا لمباراه قبل النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجه 30-18. طيب النتيجه دي او بالفوز ده انت بتوصل قبل النهائي وبتستنى اللي هيكسب من نيجيريا والمغرب عشان تلعبوا فيه قبل النهائي، ولكن بالنتيجه ان انت تاهلت الدور قبل النهائي في بطوله افريقيا للناشئات انت ضمنت مقعدك في بطوله العالم، ودي حاجه اكيد تسعدنا كلنا. طيب كام لاعبه من النادي الاهلي في هذا المنتخب؟ 6 لاعبات. مين هم؟ عندنا جودي محمد وبسمله احمد وشروق محمود وجهاد وائل ونهى ايهاب ومزنى احمد، وفي مجموعه منهم كانوا ضيوفنا فتره من الفترات وجبناهم واتكلمنا معاهم، يمكن كان عندهم طموحات ان هم يتاهلوا لبطوله العالم وحصل. طيب ماتشنا مع الجزائر كان ماشي ازاي؟ الشوط الاول كان خلص بنتيجه 13-10 لصالح منتخبنا قبل ما نوسع الفارق في الشوط الثاني، وزي ما قلت لحضراتكم انتهت المباراه بفوز منتخب مصر على منتخب الجزائر 30-18. طرف اللقاء او طرف اللقاء الثاني هيكون اللي هيكسب من نيجيريا والمغرب في قبل النهائي، وبطوله العالم هتبقى في صيف 2024، وده وضع طبيعي جدا، سنه بطولات قاريه وسنه بطوله عالم، ده اتحاد اليد ماشي كده. على عكس مثلا اتحاد زي اتحاد كرة السلة بيمشي بطولة عنده كأس عالم ما عندوش بطولات عالم. طبعا ده يعني فوز لاعيبة النادي الأهلي جودي محمد بأحسن بأفضل لاعبة في مباراة الجزائر، دي لقطة من استلامها طبعا جائزة أفضل لاعبة، ودي مستقبل الحقيقة من يعني من اللاعبات الواعدة اللي هيبقى ليهم مستقبل كويس جدا مع النادي الأهلي. وهي بالمناسبة أخت سارة الخولي نجمة الفريق الأول، وزي ما قلت لكم هي جينات، فاحنا في كرة اليد الحمد لله رب العالمين نقدر نحقق نفس النتائج اللي بيحققها الرجال مع السيدات بس ببعض الاهتمام والاحتكاك ايضا. هنروح بقى للخبر الاهم بالنسبة لنا وهي بطولة العالم لكرة السلة انتر كونتيننتال اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله اول مباراة لينا، هنلعب مع بطل الجي ليج، والنادي الاهلي انهى استعداداته وكان اخر تمرين منذ قليل، وشفنا اللعيبة وشفنا المواقع يعني بتتزين بصورة، طبعا دي صورة آخر تمرينة أو صور آخر تمرينة بتتزين طبعا بصور الفريق هناك. وبالمناسبة البطولة بتتلعب في سنغافورة وهتتلعب الثلاث سنوات اللي جاية في سنغافورة، موضوع عقد مع الاتحاد الدولي بكده. وعندنا أخبار كتيرة عن أو أرقام عن البطولة دي، بس خليني أقول لكم الخبر الأول. بكرة إن شاء الله هنلاعب بطل الجي ليج أجانيت الساعة 2 الظهر بتوقيت مصر و7 بتوقيت سنغافورة. طبعا ماتش قوي جدا، يعني انا حظوظنا صعبه طبعا نكسب، ولكن النادي الاهلي ما يعرفش المستحيل، هنلعب يعني بكل قوه، وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي يعني انه دايما بيكون ند قوي لاهم الفرق. طبعا عمرو زهران نجمنا. طيب الماتشات هتبقى ازاي؟ عندنا تاني ماتش وراه على طول هيبقى يوم الجمعه باذن الله مع بطل البرازيل، وبرده مباراه مش سهله بالمره. هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله صباحا الساعه 10 الصبح بتوقيت القاهره باذن الله، يعني المباراتين في اقل من 24 ساعه. عندك سكواد مهم جدا. طيب بتسجل كام لعيب في الماتش؟ بيسجل 12 لعيب، انت مسافر ب 14 تقدر تسلكت منهم 12 لعيب كل مباراه، طبعا دي بعد نهايه التمرين واللعيبه خارجه يعني شايله الاحذيه بتاعتها وبتتوجه للباص. طيب بعثة الاهلي مين؟ بعثة الاهلي في سنغافوره بتضم الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره رئيس للبعثه، ومستر اجوستي بوش مديرا فنيا، واحمد الجالح مدرب عام، ورامي الدياستي مدرب، وطارق الغنام مدير الفريق، وليد الخراط اداري، ومحمد راغب طبيب، واحمد حسن علاج طبيعي، ومحمد عيسى مدلك، وعلاء لطفي احصاء، ومحمد عز الدين تاهيل بدني، ومحمد الشاحي اعداد بدني. واللعيبه مين هم؟ سيف سمير، والامريكي نوريس كول اللاعب بوينت جارد المحترف اللي هيلعب معانا البطوله دي وبطوله العربيه ايضا، والتونسي عمر عباده، وايهاب امين، ومؤمن خيري، وعمرو زهران، وعمرو الجندي، محمد ابو النصر. اللاعب المفضل لدى مستر اجوستي بوش اللي دايما بيضمه في البطولات الدوليه اذا اتيح له النيجيري مايكل فاكوادي، ومروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو كمشاركه اولى ليه بكره مع النادي الاهلي او بقميص النادي الاهلي، يوسف المعداوي واحمد مهيب. وطبعا بيفتقد الفريق لجهود لاعبه المميز عمر عزب، وذلك طبعا لاصابته قبل السفر. طبعا الف سلامه لعمر وان شاء الله يرجع بكل سلامه. هديكم بعض الاخبار كده عن هذه البطوله، يمكن الكثير من جمهور النادي الاهلي فاكر ان البطوله دي يعني لسه مستحدثه، ولكن الكلام ده الحقيقه يعني مش صحيح، ولكن الصحيح ان البطوله دي او النسخه دي هي نسخه رقم 33. ايوه الرقم اللي بتسمعوه ده صحيح، اتلعبت قبل كده 32 مره، منهم مرتين احنا فاكرينهم ولكن الباقي طبعا مش فاكرينه. كان اول نادي يفوز بها كان بطل البرازيل كورين شانز، بطل
بطل البرازيل، ده اللي كان فاز بيها على حساب ريال مدريد كان سنة 1965، ده كان أول مرة تتلعب هذه البطولة، يعني قديمة جدا. طيب أكتر نادي توج بيها هو ريال مدريد وفاز بيها 5 نسخ، كانت 76 77 78 81 2015، فاز بيها 5 نسخ ريال مدريد أو ريال مدريد. أسبانيا أكتر دولة حصد للألقاب في هذه البطولة ب10 ألقاب، طبعا 5 ريال مدريد والخمسة الباقيين على الفرق أسبانية أخرى، وإيطاليا طبعا بـ7 ألقاب بعديها، وتيجي أمريكا بـ4 ألقاب. ولكن خليني أقول لكم إن أمريكا كمان بالشكل ده او بالفرق اللي بتروح بيها بطل الجي ليج يعني هتقعد لها فتره كده تاخدها طالما ما راحش بطل اوروبا. وانا هقول لكم ليه ما بيروحش بطل اوروبا. طبعا فريق جينيت الامريكي بطل الجي ليج يمتلك 6 لاعبين، اللي هنلعبه بكره 6 لاعبين فوق الـ2 متر، فيما يمتلك الاهلي 5. هي طبعا مش بالطول، ولكن احنا بنديكم احصائيات، يعني ايه ممكن تلاقي فرقه معدى محدش عدى منها الـ2 متر، وبعد كده بتلاقي فرق بتبقى يعني صعبه شويه. طب الـ5 لعيبه عندنا مين اللي بيعدوا الـ2 متر؟ عمر عرابي، سيف سمير، مايكل فكوادي، مصطفى كيجو، مروان سرحان. دول الـ5 لعيبه اللي تحت الحلقه او البيج جايز. دي صور من حلقه التصوير الخاصه او الفوتو سيشن اللي كانت للفرقه. فريقنا بكره هيلبس اللون الاصفر بالمناسبه. طيب فريق فرانكا البرازيلي اللي هو بطل برازيل هنلعبه بكره ان شاء الله يوم الجمعه، انا اسف، الساعه 1. 4 لاعبين هم فوق الـ2 متر، اضافه لاعب واحد طوله 199 سنتي، طبعا سوري الكابتن احمد الجرحي المدرب العام ولاعب نادي الاهلي السابق. طيب الاهلي هو ثالث الانديه العربيه اللي شاركت في هذه البطوله في مونديال السله بعد الزمالك واتحاد المونستيري التونسي. الاهلي طبعا بيسعى لكتابه الفوز الاول للانديه العربيه والافريقيه بعد خساره الزمالك واتحاد المونستيري التونسي جميع مبارياتهم السابقه. انا اتوقع على الاقل ان شاء الله نفوز بمباراه واحده. يعني اتوقع كده، يعني قد اخطئ وقد اصيب يعني، ولكن ان شاء الله هنفوز. اتوقع ان احنا هنفوز في مباراه واحده. وبالمناسبه كان كابتن احمد الجارح عمل معانا مداخله الحلقه اللي فاتت وصرح بعض التصاريح، وقال انه او تصريحات انا اسف، وقال انه مواجهه طبعا اجانيت الامريكي صعبه، بطل الجي ليج حاجه يعني جامده جدا، كلها لعيبه درافت ام بي اي الحقيقه، وام بي اي لعيبه ام بي اي نفسها بتلعب وبتستعد السنه الجايه تشارك في الام بي اي بشكل كبير. وقال طبعا ان هي يعني هنلعب بكل قوه وما عندناش يعني بديل غير الفوز، ان احنا بنلعب للفوز. هم الفرقه الثانيه طبعا اكتر طول زي ما قال والاحصائيات بتوضح، وكمان السرعه والقوه ده وضع طبيعي جدا. انت بتكلم هتقول ايه الفرق بين الجي ليج والان بي اي؟ هو الدوري اللي بعد الان بي اي على طول، وده السبب الرئيسي انه امريكا بطل اوروبا ما بيشاركش او بيشارك يعني في بطوله تانية اسمها كاس الاتحاد في 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 اوروبا، بطلها هو اللي بيشارك مش بطل اوروبا. يعني بطل اوروبا سواء بيبقى ريال مدريد، كوسكا موسكو، الفرق الكبيره دي، بناياكوس الفريق اليوناني، كل الفرق دي ما بتشاركش الحقيقه. طب ليه ما بتشاركش؟ بيقول لك طب انا هشارك ليه لما بطل امريكا الان بي اي ما بيشاركش؟ انت عارفين طبعا يعني الكبار ليهم ايه؟ بيشارك بطل الدوري الاوروبي مش بطل دوري ابطال اوروبا، عشان كده يعني ده حارم ريال مدريد انها تزود القابها الحقيقه في الفوز في هذه البطوله. طبعا احنا يعني كابتن احمد جارحي صرح قال لك ان مستر اجوستي بوش بخلال درايته بهذه البطوله عارف لعب كل فريق وهيعمل اللي عليه، وعامل يعني محاضره فنيه وتمرين فني ازاي نقدر نوقف خطوره الفرق الثانيه وهنلعب وايا كان. طبعا الجي ليج هو حامل اللقب وهو اللي بيفوز دايما بالبطوله دي، ولكن احنا ان شاء الله جاهزين ان احنا نعمل مباراه كويسه. ودي كانت تصريحات كابتن احمد الجرحي. والحقيقه كده تكون يعني خلصت اخبارنا للفرق الجماعيه، لسه عندنا يعني خبر واحد او وحيد لنجمتنا في النادي الاهلي ميار شريف لعيبه التنس ولعيبه منتخب مصر، وللحقيقه يعني للاسف ودعت بطوله جواده لخاره البطوله الدوليه للتنس، ودعتها الحقيقه في هزيمه طبعا من بطله ايطاليا كاميليا جورجي بنتيجه 2-0. دي صورة ميار شريف نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر، وجت نتيجة المجموعة 7-5، مجموعة قوية جدا، و6-3 في ماتش استمر لساعتين إلا 10 دقايق 110 دقيقة. ميار بتحتل دلوقتي المركز الـ33 على مستوى العالم في التصنيف العالمي، ولسه قدامها كتير طبعا أكيد تحققه عشان تخش في التوب 20 وتبقى يعني حطت نفسها في يعني أحسن ريكورد تاريخي لأي لاعبة للتنس الأرضي في مصر. كل التوفيق لبنت النادي الأهلي وبنت مصر، وبإذن الله تعمل خطوات كويسة الفترة اللي جاية، وان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق. ولسه في بطولات كتيره، الموسم لسه في بدايته، ان شاء الله توفق وتجمع نقاط كبيره، خاصه من بطولات الجراند سلام الكبيره اللي بتشارك فيها دايما ميار شريف بشكل كبير.
كده اخبارنا جوه النادي الاهلي هتكون خلصت، هنروح للاخبار المحليه. وزي ما قلنا لحضراتكم احنا هنا في برنامج الابطال مش بنتابع بس الالعاب الاخرى اللي بيحتضنها النادي الاهلي، ولكن بنتابع كل الالعاب الرياضيه اللي بتحتضنها مصر بصفه عامه، لان هو ده رسالتنا واحنا جزء من النادي الاهلي، ان احنا بندعم الرياضه في اينما كانت، واهم حاجه عندنا هو منتخب مصر، ودايما بنساند ابطالنا ولاعبتنا، ويعني اوقات كتيره جدا بنخصص حلقات وكتير لنجوم منتخب مصر، سواء في رفع الاثقال، في المصارعه، في الجودو، اللي النادي الاهلي اصلا ما بيستضيفهمش ولا او ما بيلعبش او ما بيحتضنش الالعاب دي، ولكن النجوم دي احنا بنستضيفها عندنا ويعني بنقف جنبهم وبنسبورت بشكل كبير. اعلن مسؤول الاتحاد المصري للريشه الطائره برئاسه الدكتور علي حسب الله عدد الدول اللي هتشارك ان شاء الله في بطوله مصر الدوليه في نسختها الثامنه، واللي هتتلعب على صاله رقم 2 باستاد القاهره في الفتره من 12 لحد 15 اكتوبر اللي جاي. طب هم كام دوله؟ 34 دوله، ايوه رقم كبير جدا جدا. طب مين هم سريعا؟ البرتغال، تايلاند، موريشيوس، ايران، جنوب افريقيا، المانيا، ماليزيا، ميانمار، ايطاليا، الامارات، الهند، انجلترا، الجزائر، الاردن، سريلانكا، البحرين، فيتنام، استونيا، كينيا، اندونيسيا، فرنسا، مالطا، كرواتيا، كندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، الدنمارك، لوكسمبورغ، السعوديه، بولندا، تونس، اوغندا، المجر، وده بالاضافه طبعا للدوله المستضيفه مصر طبعا الحبيبه. وقال الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشه الطائره انه بيحاول يشتغل مع اعضاء مجلس الاداره بالكامل بشكل متواصل عشان تطلع البطوله بشكل افضل وشكل ومظهر يعني تليق به الرياضه المصريه والصوره الحضاريه الكبيره. واكد ان وزاره الشباب والرياضه دعمت الاتحاد في الفتره اللي فاتت بمبلغ جيد عشان نقدر نجهز البطوله بشكل محترم يليق باسم وسمعه مصر في وسط الدول الكبيره والكثيره اللي بتشارك في هذه البطوله. وطبعا دي صاله 2 الحقيقه، ولقطات سابقه ارشيفيه لاحد البطولات اللي كانت بتقام في الريشه الطائره. الريشه الطائره محققه انجاز اداري وانجاز كمان فني ماشيه بشكل كويس. الاتحاد بيرعى يعني بيرعى الاسوياء طبعا بشكل جيد، وبيرعى اصلا البارالمبي او النشاط البارالمبي، والاثنين الحقيقه بيحققوا فيه نتائج كويسه، واستضفنا الحقيقه ابطال المنتخب سواء اصحاء او بارالمبي كانوا ضيوفنا واتكلمنا عن انجازاتهم وارقامهم الكبيره. والاتحاد الحقيقه عنده مسؤوليتين دايما بيكون في الاتحادات الاخرى، بيكون في اتحاد الاسوياء تحت مظله اللجنه الاولمبيه المصريه، وفي الاتحاد بارالمبي بيبقى تحت مظله اللجنه البارالمبيه المصريه، ولكن الاتحاد النهارده هو بروحين بيدعم ده او بيحتضن هذا المنتخب وهذا المنتخب وبيخطط لده وبيخطط ده. مهمه صعبه، نتمنى كل التوفيق للريشه الطائره المصريه باذن الله. هروح للكاراتيه. الكاراتيه احد الالعاب طبعا حضراتكم عارفين مصر ليها باع ذراع، ولكن باع وذراع كبير لهذه اللعبه، وكمان اخر اولمبياد حصلنا على ميداليتين، وهنخسر جهود الكاراتيه في باريس 2024 لان باريس ما اختارتش الكاراتيه كلعبه من الالعاب الثلاثه اللي هتشارك في الاولمبيات، لان كل دوله بتنظم الاولمبيات ليها الحق في اختيار ثلاث العاب خارج الاجنده الاولمبيه. اليابان كانت اختارت الكاراتيه، ولكن باريس ما اختارتش او فرنسا ما اختارتش الكاراتيه. خبرنا النهارده اتحاد الكاراتيه بيحتفل بابطاله في حضور وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الاولمبيه. مجلس اداره الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسه كابتن محمد الدهراوي احتفل بابطال ولاعيبته المميزين اللي حققوا ميداليات متنوعه في مختلف البطولات اللي شاركوا فيها في موسم 2022-2023. الاحتفالات دي شهدت حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، والدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد الخماسي، واللواء محمد صادق نائب رئيس جهاز الرياضه العسكري، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس نادي الزهور ورئيس لجنه الانديه والهيئات باللجنه الاولمبيه المصريه. الاحتفاليه كان فيها فيلم تسجيلي عن اصعب اللحظات اللي عاشتها لعبتنا في البطولات دي، ولحظات فرحتهم كمان بعد انتزاع الميداليات المتنوعه سواء ذهب وفضه او برونز، وكان ابرزهم طبعا بطولتين او ميداليتين فريال اشرف ودكتوره جانا فاروق طبعا حضرنا كلنا فاكرينهم في بطوله اولمبياد طوكيو 2020. وقال كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد انه مركز دلوقتي مع لعبتنا عشان نقدر نستعد باحسن حال في بطوله العالم اللي جايه واللي هتكون الشهر اللي جاي باذن الله. طبعا كاميرا الابطال كانت موجوده في هذا الحفل وسجلنا هذا التقرير هتفرج عليه مع حضراتكم، وهنطلع بعد كده الحقيقه لفاصل وهنستقبل فيه كابتن هاني عبد المنعم نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره السله، هنتكلم معاه عن مشاركتنا الاولى غدا في الانتر كونتيننتال او بطوله العالم لكره السله بعد التقرير وبعد الفاصل. الحمد لله رب العالمين، الحدث ده بيتم سنويا لابطالنا، بيبقى نهايه الحصاد
بعد نهايه بطولات افريقيا او بطوله عالم او بحر متوسط، وبناء على المكافئات اللي بتيجي من الوزاره لتكريم الابطال دول بنسبه فوزهم. فبعد ما بتيجي المكافاه بنحدد الحدث ده اللي هو الاحتفاليه الجميله، ودايما بنعملها في وجود معالي وزير الشباب رضا الدكتور اشرف صبحي اللي هو الداعم الاساسي للرياضه في مصر بعد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. منتخب مصر الحمد لله دلوقتي دايما ترتيبه من الاربعه الاوائل على مستوى العالم، والحمد لله في بطولة أفريقيا الأخيرة كانت بطولة قوية جدا وكانت على أرض المغرب، والحمد لله برضو مصر فازت بالمركز الثاني بفرق بسيط جدا. وإن شاء الله إن شاء الله احنا بنستعد دلوقتي لبطولة العالم اللي هتقام في المجر في بودابست في شهر 10 بإذن الله القادم. الحفلة دي يعني حاجة جميلة جدا، إن هي بتحفز الرياضي إن هو يجتهد أكتر عشان يعني برضو يتكرم أكتر. التكريم ده بالنسبه لي في التوقيت ده بالذات مهم جدا، لان احنا عندنا بعد شهر بالظبط عندنا بطوله العالم للرجال والسيدات في المجر في بودابست، فكان التكريم ده له هيبقى له مردود كبير على اللعيبه في رفع الروح المعنويه، ان اللعيب يحس ان الناس كلها شايفاه انه بطل، شايفه ان هو رفع اسم مصر. التكريم طبعا حاجه عظيمه جدا، دي كانت اول مشاركه لينا كمنتخب ذوي الاحتياجات الخاصه اهل الهمم في افريقيا، وربنا كرمنا بترتيب اول عام، وكان من دعم الاتحاد برئاسه كابتن دهراوي بفضل الله تعالى وسياده الوزير. التكريم حاجه عظيمه طبعا، اي لاعب بيستناها بيشتغل سنين بيتدرب سنين لحد ما يوصل ان شاء الله 400 تكريم. انا مبسوطه طبعا ومبسوطه ربنا كرمنا الحمد لله، وطلعت افريقيا طبعا وخدت ميداليه الحمد لله وكده، ان شاء الله بطوله العالم ان شاء الله واخد مركز اول ان شاء الله. طبعا يعني انا تكريم الاتحاد بالنسبه لي انا بعتبره تكريم بيتي الاول، فبيبقى احساسه كده مختلف عن اي تكريم بقابله، دايما بحس فعلا ان انا متواجده وسط يعني اصدقائي واصحابي وكل الناس اللي حواليا اللي انا متعوده ان انا اشوفهم هم اللي بيبقوا واقفين في ظهري دايما، فطبعا بيبقى تكريم عزيز على قلبي ومبسوطه جدا بيه، ببقى حتى وانا جايه انا مبسوطه اللي انا جايه اتكرم، ويا رب دايما ان شاء الله نكرم الاتحاد كل سنه باذن الله. طبعا احساس جميل جدا ان انت تتكرم من سياده الوزير، واحساس ان انت تبقى بطل دولي دي حاجه في حد ذاتها شرف لمصر وشرف لينا وشرف للنادي بتاعنا. الحمد لله انا جبت ثالث افريقيا في بطوله افريقيا في كازابلانكا في المغرب، والحمد لله يعني كانت نتيجه مشرفه ورفعنا اسم مصر. مبسوط طبعا النهارده بالتكريم، ويعني الحمد لله يعني احنا ربنا كان الحمد لله كرمنا السنه اللي فاتت، و يعني تاني بطوله العالم والحمد لله يعني جبنا مركز خامس، والسنه دي بقى مع نادي الاهلي ان شاء الله، انا لسه اول سنه فان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ونحقق بقى السنه دي ان شاء الله. يعني طبعا حاجه كويسه جدا تقديرا لتعبنا ومجهودنا في السنين اللي فاتت كلها وفي البطولات اللي فاتت، وحاجه جميله جدا ان خلاص بدانا نهتم بالالعاب الفرديه وتكريم وفي وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد، فطبعا حاجه مبسوطين منها كلنا جدا، وان شاء الله تتكرر تاني ونقدر ان احنا نفيد المنتخب ونفيد مصر في حاجات تانيه كتير ان شاء الله. وطبعا تكريم كبير لابطال العالم وابطال افريقيا، لان هو انجاز كبير للاتحاد المصري ووزاره الشباب والرياضه، وخدنا ترتيب عام اول الحمد لله. وطبعا بحب اشكر رئيس الاتحاد ووزير الشباب والرياضه، وقفوا جنبنا كتير عملوا معسكرات وصرف مادي للاعيبه الحمد لله كان كويس يعني الحمد لله. طبعا هو طبعا هذه التكريم وهذه الفعاليات تعتبر اقل كلمه شكر بيقدمها الاتحاد المصري لكاراتيه الابطال واولاده في كافة المستويات الفنية، وطبعا ان يكون التكريم تحت رعاية فخامة معالي السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وكل القيادات المعنية، طبعا ده طبعا بيمثل بعد تاني للاعبين جميعا، ان احنا بنحفز اللاعبين دايما على الاستمرارية والمواصلة في رفع مستوياتهم الفنية وتحقيق المراكز المتقدمة. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب طبعا بنجم منتخب مصر والنادي الاهلي لكره السله واحد اساطير اللعبه ونجم منتخب مصر سنين طويله ومن افضل اللعيبه اللي صنفت في مصر تحت الحلقه او من اللعيبه السناتر تحت الحلقه، كابتن هاني عبد المنعم. منور الدنيا يا كابتن. كابتن هيثم منوره بيك، وطبعا دي قناه النادي الاهلي بيتنا احلى قناه في العالم. وحشنا يا كابتن والله. حبيبي الله يحفظك. طب يا كابتن خليني بس قبل ما اروح لكل حاجه، كان في بطوله في صاله الفيحاء في سوريا، البطولة دي كانت 1900 كام؟ 90؟ 90 90 كان بطولة عربية. كان بطولة عربية، وكان المرحوم كابتن طلعت الجنيدي هو المدير الفني، وكنت حضرتك بتلعب.
والبطوله دي حصل فيها ماتش الاردن كان النهائي، بس ما كناش بنلعب اهلي، كنا بنلعب منتخب مصر. منتخب مصر منتخب مصر، انا قصدي منتخب مصر طبعا. وكان المباراه دي بعد او بعد المباراه دي قالوا على حضرتك نص المعجزه، وقالوا على احمد فتوح نص المعجزه الثاني. وكابتن رياض شرار الله يرحمه، شيخ المعلقين في السله والعاب القوى، وشيخ معلقين مصر كلها في كل حاجه. ايه قصه نص المعجزه ونص المعجزه؟ شوف، ده كان ماتش سيمي فاينال، احنا كنا بنلعب في سوريا. طبعا انت عارف في سوريا والعراق، كان ساعتها العراق وسوريا ما بيحبوش بعض قوي. فطبعا كان الكروس الثاني كان العراق مع سوريا، وكانت الماتش صعب جدا. احنا الكروس الثاني كان معاه، كنا بنلعب الاردن. الاردن كان فيها الاخوه بركات طبعا، مراد وهلال بركات، دول كانوا لعيبه متميزين جدا الحقيقه. فاضل 30 ثانيه في الجيم او حاجه زي كده، واحنا كنا خسرانين باسكت. الحمد لله قدرت برضه انا اتوفقت واديت باسه كويسه لاحد الزملاء، فحط الكوره بقينا درون تمام. رجعوا علينا طالعين هم اوفنس، مراد شاط جاب، فبقوا هم ليد علينا باسكت. كان هم ليهم شوت 1 ان 1 صح؟ كان هيشوت 1 ان 1، فاختار يشوت، اختار يشوت. جاب واحده وجلى واحده. طلعنا كره اتقطعت، حصل دربكه كده. المهم ايه، بقوا هم ليد علينا بونت، وفاضل 3 ثواني او فاضل يعني 3 ثواني. الحقيقه يعني هو جاب الثانيه، فانا ما الكوره اول ما نزلت من الباسكت انا خدت الكوره، وانا كنت ببص على عمرو ابو الخير، ما ببصش على احمد مفتوح. دي اول مره اعرف المعلومه دي، عشان اقول لك كنت ببص على عمرو ابو الخير ساعتها، ان الباسه كانت رايحه لعمرو. يا خبر ابيض. المهم ايه، ان عمرو واحمد كانوا جنب بعض، فالكوره كانت اعلى من عمرو سنه، فاحمد لقطها ووقع على الارض، وقع على الارض، وقع على ركبته وشاط الكوره، حط الكوره باسكت. طب اقول لحضرتك حاجه بس، ازيد حضرتك من الشعر بيت. هو كان فاضل حوالي 3 ثواني، 3 ثواني، وحضرتك عملت لونج باس، لونج باس من عند من عند الباسكت ده للسله الثانيه. وهقول لحضرتك كمان لو تفتكر، احمد مفتوح استلمها بعد ركبه وضهره للحلقه. ما هو ما بقول لك، هو اتخبط هو عمرو، فهو وقع، راح لعبها هو واقف، لا عملها كده راح جاب بس. احمد ابو مفتوح ثاني يوم، لان احنا هنلعب لسه الفاينل، فثاني يوم التمرين الصبح قعدناه على الارض وهو على ركبه، بسم الله ما شاء الله، احمد مفتوح ايده كانت جايبه البورد، كان اطرافه كانت طويله جدا، فالراجل كان ايده قريبه. والله طبعا كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لان طبعا كنا باذلين مجهود، وفرقتنا كانت فرقه جميله الحقيقه، كان مع الكابتن طلعت الله يرحمه، وكان كابتن شريف ابو الخير الله يرحمهم. طب اقول لحضرتك على سر، انا لعبت بعديها بطوله الشباب 92 في نفس الصاله في الفيحاء. وانا كنت اتفرجت على الماتش ده في الهواء. فلما رحت مع كابتن طلعت الجنيدي ودخلت الصاله، كان كابتن طلعت الجنيدي اللي مسك منتخب الشباب، كانت سنه 92. ودخلنا الصاله، انا جسمي اشعر، دخلت بصيت، انا افتكرت اللعبه دي. دخلت ببص على صاله الفيحاء، هي دي الصاله اللي كان بيلعب فيها كابتن هاني من سنتين وبتاع. فلما رحنا كابتن طلعت الجنيدي عمل ايه؟ اشترط ان احنا البطوله كلها نغير في نفس اوضه اللبس اللي حضرتك غيرت فيها، اللي هي كانت وانت طالع من الملعب على الشمال. انا عايز اكمل لك بقى، احنا في صاله الفيحاء دي احنا وصلنا للفاينل، كسبنا الاردن، العراق كانت ضربت سوريا تمام. فالسوريين كلهم مش عايز اقول لك جم يشجعوا مصر، جم الصاله دي كانت مليانه فوق ما انت متخيل، وبتترج. احنا العادي كنا بنروح من الصاله للاوتيل حوالي 7 دقائق. احنا كسبنا البطوله، كسبنا العراق في الفاينل، كسبنا العراق كويس كمان يعني. فما كسبنا العراق في الفاينل، انا مش عايز اقول لك الناس في سوريا ودونا من الملعب لغايه الاوتيل ساعتين، الاوتوبيس مش عارف يمشي من الناس. طب فاكر الهتاف كان بيقولوا ايه؟ انا فاكره، لان هم قالوا نفس الهتاف اللي قالوه معاكم. انا هيعمل الله واحد واحد، مصر وسوريا واحد. تمام. انا السوريين الحقيقه بيحبونا جدا، اهلنا وحبايبنا وحبايبنا بامانه يعني، ومنهم لعيبه يعني ابو سعده وانور ابو حي، ويعني منهم كان لعيبه باسكت محترمين جدا. كان محترمين جدا يعني الحقيقه. نرجع لمرجوعنا على فرقتنا ان شاء الله في كاس العالم للانديه. طبعا الناس كلها متوقعه ان احنا هنلاعب فرقه جي ليج دي، وان جي ليج دي هتبقى فرقه قويه جدا علينا. هي طبعا بالتاكيد هم بيلعب في يعني جي ليج، عشان نوصفه برضه للجمهور، ده الصف الثاني بتاع الام بي اي. الجي ليج هي لعيبه كلها بتلعب على مدار السنه، على احتمالات ان يبقى في اي اصابه في اثناء السبيس سيلكت من الجي ليج، يعني تبقى فرق تبع الفرق، كل السبونسرنج بتاعها بتاع الفرق بتاعت الام بي اي بتعمل سبونسرنج للفرق الجي ليج. اللعيبه بتبقى الطابع بتاعها طابع فردي، يعني ما بقاش طابع جماعي قوي في مبارياتهم. ليه؟ لان كل واحد عايز يظهر امكانياته، فكل واحد بيبقى اناني شويه، عايز ياخد الكره مع نفسه كتير، عايز يلعب اكتر، عايز يعلي ارقامه.
فما بتلاقوش لعب منظم قوي. بس هما كامكانيات لعيبه لازم طبعا نؤكد ان امكانيات لعيبه عاليه جدا. يعني كلعيبه باسكتبول لعيبه متكامله، يعني لعيبه هتلاقي الباسنج عندهم عالي، وهتلاقي الدريبلينج عالي، هتلاقي الشوتينج عالي، هتلاقي كل نسبهم عاليه، لان هو دايما عايز يعلم نفسه، لانه بيدور على التذكره النهائيه للان بي اي. ان النهارده لو ظهر بمستوى جيد بيطلع ياخد عقد كبير في الان بي اي. طبعا احنا كفرقه النادي الاهلي احنا لسه طبعا مخلصين كاس العالم للدول. الحمد لله مصر لعبت بشكل جيد، ظهرنا مستوى جيد. راضي عن اداء المنتخب في كاس العالم كابتن؟ راضي عن اداء بعض اللعيبه كفردي، كان ممكن نعمل احسن، بس اجمالا لا شكلنا كويس. ابتدينا نبقى ند مع دول اعلى مننا كتير، قربنا المسافات. يعني النهارده الجيم جيم، انت بتلعب فاهم، يعني لعيبتك بقت عندها الجرأه انها تبقى موجوده جوه الملعب وبتنافس. في فرق بقى بتتفوق عليك، يعني خلاص نسبهم اعلى، اطوالهم اعلى، درجه ثقافتهم في كره السله اعلى مننا شويه، استعدادهم للكاس العالم كان بيبقى اعلى اعلى كتير. هم طبعا جايين من دوري اعلى من دورينا كتير، فبتلاقي ان هو عنده التالنت بتاعت كره السله او الطموح للفوز اعلى من عندنا احنا. احنا برضو بس احنا على السكه، مش بنقول ان احنا بعيد، بس قربنا. يعني النهارده لو نبص على نتائج كاس العالم، يعني يمكن اول مره مصر تكسب ماتشين في كاس العالم. اخر ماتش كسبناه كنت انا بلعب سنه 94 كان في كندا. كان في كندا بعد كده، يعني ده اول انجاز لمصر ان نلعب ماتشين ونكسبهم في كاس العالم. انت كسبت المكسيك وكسبت الاردن. الاردن يعني الاردن في التصنيف اعلى مننا كتير على فكره. صحيح انا عارف. يعني الاردن رقمها 30 في التصنيف عالميا، بقى لها فتره بتحقق نتائج كويسه في اسيا، وليهم تصنيف عالي. يعني هم تصنيفهم رقمهم 30 او 32 حاجه زي كده، واحنا حاجه 40 كتصنيف عالي. تفوزهم يعني معنى كده تفوز على فرقه تصنيف فرقه تصنيفها اعلى منك. صحيح. فانت اصلا التصنيف ده قفزت فيه 14 نمره بعد كاس العالم كمصر. يعني فحاجه كويسه بالنسبه لنا احنا كبتوع باسكتبول، بنحب دايما نشوف مصر تكون بتادي بشكل جيد. يعني النادي الاهلي عنده فرقه قوامها محترم جدا جدا، نقدر في اي حته. يعني ما مش خارج المنافسه زي ما الناس متوقعه ان احنا رايحين خارج المنافسه، لا بالعكس، احنا فرقتنا كويسه، فرقتنا منظمه. لو لعبنا ديفنس منظم وطلعنا منه يعني وتحكمنا في التيمبو بتاع المباراه، مع خاصه مع الجي ليج، الجي ليج هيبقى عايز شويه هرجله، عايز شويه سرعه، عايز شويه يبقى الدنيا عنده سريعه، هيعلي التيمبو، عايز يعلي التيمبو باي شكل. لو انت قدرت تسيطر على التيمبو ده وتهدي الجيم، ماتش هيمشي كويس، ماتش هيمشي كويس. وهم عملوا غلطات كتير لان هم مش واخدين على تنظيم اللعب العالي. صح. لان هم مش واخدين على باصات كتير. يعني هم بالعكس كل لعيب منهم هيبقى عايز ياخد الكوره ويبص على الباسكت ويروح، لعيب عايز يوري نفسه. صحيح. احنا لو لعبنا بشكل منظم هنقدر نطلع اللي عندنا، والجيم هيبقى في الملعب مش بعيد. يعني النهارده ان هم بنستثنى ان انا بالعكس اخاف من يعني من الفرقه بتاعت المانيا اكتر. يعني النهارده المانيا بالنسبه لي انا حتى يعني يمكن انا توقعت ان المانيا توصل فاينل، هيكون لها شان كبير. انا حتى يعني حصل. اسال الزملاء. لا 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 لا، انا سمعت بنفسي وشفت تحليلات حضرتك على انا قايل على الفيسبوك. ليه؟ لان انا شفت المانيا قبل كاس العالم، شفت التحضير بتاعهم وشفت الفرقه عندهم بتلعب ازاي. فرقه المانيا لو يعني لو بصينا عليها، لعب منظم جدا، بيلعبوا باسكت بول محترم جدا، بيلعبوا كفريق مش بس كافراد. كانوا بعيد السنوات اللي فاتت، بعيد جدا. المانيا ما حدش سمع عنها، انا بقول لك المانيا ما حدش سمع عنها. فالنهارده هم كلهم يوصلوا المدرب الكندي اللي موجود معاهم ده، انه يوصلهم ان يلعبوا كفرقه شايفين بعض كويس قوي. يعني اللعيبه كلهم شايفين بعض، عندهم ستارز، عندهم لعيبه ستارز، عندهم اثنين فيتس تاو الثاني الاصل امريكي، يعني لعيبه ستارز فيري تالنتد. بس هم في الاول وفي الاخر شايفين زمايلهم، يعني مش بيخص بيلعبوا مش بيلعبوا نفسهم، بيلعبوا للفرقه. وعشان كده انا قلت المانيا عندها حظوظ لانهم يعني بيلعبوا كفريق. فريق المانيا هيبقى تقيل جدا. وبيلعبوا ديفنس عالي جدا الحقيقه كمان. يعني لازم نقول ان الباسكت بول ديفنس، يعني النهارده لو انت اجت في الديفنس تمنع الكوره من تخش الباسكت بتكسب، بتوصل من عندك انت في الاوفنس. كل اللعيبه الخمسه اللي في الملعب بيعرفوا يحطوا باسكت، مفيش حد ما بيعرفش يحط باسكت. صحيح. انما هي النهارده انك تمنع الباسكت دي المشكله الاساسيه، الصعوبه اللي موجوده في الجيم. عندنا بعد كده اللي ربنا يعني اكرمنا في يعني انا مع يعني مش قادر توقعات نكسب نخسر دي بتاعت ملعب. يعني النهارده انت بس حضرتك مراهن ان احنا نأدي كويس. هنأدي كويس ان شاء الله، وخاصه قدام الجي ليج، الناس موهومه وفريق الجي ليج. انا عندي قناعه ان فريقنا قوي. قوي. انا عندي قناعه كهاني عبد المنعم، مؤمن جدا ان فريق النادي الاهلي فريق قوي، فريق متميز، فريق عناصره متكامله، عندك كل العناصر، كل البوزيشنات فيها لعيبه كويسين. طب مباراتنا تاني يوم الجمعه ان شاء الله هتبقى صباحا. هتبقى صباحا مع بطل البرازيل فرانكا. عندك معلومات عنه؟ هل شفته في المشاركات اللي فاتت؟ لا ما شفتوش الحقيقه، ما عنديش معلومات عنه. بس لما نيجي نتفرج على البرازيل حتى كفرق
بتبقى عندهم لعيبه مميزه. يعني البرازيل مدرسه اساسيا يعني كان منهم طلع لعيبه كتير، اوسكار شميت ولعيبه اكتر تالنتد قوي في الشوتينج، وعندهم قوه بدنيه طول عمرهم كده، عندهم قوه بدنيه بيعرفوا يعني هتلاقي لعيبتهم بتنط عالي، وحتى لو منهم الابيض بالاسمر كل واحد هتلاقي امكانياته بدنيه عاليه. طب البرازيل شارك كاس العالم كمنتخب اللي فات ولا ما شاركش؟ بس ما شفناش البرازيل. لا ما شفناش البرازيل. شفناش البرازيل. انا ما شفتش البرازيل. بس ده ما يبقاش انديكيشن ان ممكن فرقهم تبقى ضعيفه، ولا دي ممكن ما لهاش علاقه؟ ما لهاش علاقه، هي ما هي كوبا امريكا اصلا بتبقى بتتلعب، ما الامريكان ساعات ما بيكسبوش الكوبا امريكا يعني. صحيح. ممكن هو الشارك شارك فنزويلا والمكسيك والارجنتين. دول انا اتفرجت البرازيل ما شفتها. بس انا شفت البرازيل في منتخب الناشئين شاركت، واحنا لعبناهم وكنا عاملين معاهم جيم كويس قوي، وبعد كده خسرنا في الاخر. يعني قصدي اقول برضو البرازيل قريبين مننا، مش بعيد. على مستوى الفرق انت فرقتك كويسه الحمد لله. انا بقول احنا فرقتنا كويسه، مش فرقه كويسة. يعني مش فرقه مثلا ايه نقدر نقول انها هتخش تاخد جيم وان سايد جيم والكلام ده، لا. انت عندك لعيبه تالنت، عندك ايهاب امين لعيب كويس جدا، عمرو الجندي لعيب كويس جدا، عمر زهران لعيب كويس جدا، طارق النهارده كيجو النهارده مشاركه اولى ليه بكره، وكيجو يعني كيجو يعتبر اضافه برضو تحت الباسكت لانه لعيب قوي بدنيا، خاصه ان احنا يعني ما بقاش معانا احمد اسماعيل، فالنهارده انت جبت كيجو وده خمسه وده خمسه، فما يحصلش دروب في الفرقه. مش هيحصل دروب يعني. ما بص عمر طارق برضو لعيب قوي جدا الحقيقه، لازم نكون بنستغله بطريقه احسن. يعني انا من الناس اللي بنادي دايما ان عمر طارق ده يا جماعه لازم يتبني عليه لعب، لازم يتبني عليه لعب. ما ينفعش يبقى الراجل ده ملوش اثر ايجابي شغل جوه الملعب، ما ينفعش. انت عندك حد ما حدش عارف يوقفه. بس هو كابتن هاني بالنسبه لعمر، يعني بقول لحضرتك راي المحللين في، يعني هو طبعا هجوميا يعني صعب حد يوقفه بالحجم ده بالسايز ده تحت الحلقه صعب، ولكن دفاعيا ممكن يدافع على ناس اخف منه، فبتبقى دي هي المشكله. ودايما مستر اجوستي احنا بنلاحظ ده ان هو بيبدا يسحبه، حتى في الباسكتبول افريكا ليج ما ادالوش دور كبير لما لقى الخمسات اللي هناك او الفرقه اخف. انا معاك، مشكله عمر مش في الهجوم، انا معاك، مشكلته في الدفاع. بص هو عمر عنده مشكله انه الكنترول بتاعه على جسمه قليل. يعني ايه الكنترول على جسمه قليل؟ بس ده له شغل يعني. المفترض برضو ده بيتحسن النهارده. الكنترول على جسمك ده انت المفروض له تمارين. فاولاته كتير يعني. صحيح. بيعمل فاولات بطريقه سريعه لان برضو كنتروله على جسمه هو اللي فيه المشكله. ولكن هو النهارده عمر اساسا لما تيجي انت ده حد طوله 2 متر 15 ولا 2 متر 16، فلما حد حتى السنتر اللي قدامه بيلف، هو لو الراجل رجع نص خطوه لو رجع نص خطوه عنه بقى في مساحه اللي يقدر يعمل عليها ديفنس زي ما هو عايز. صحيح. يعني لان هو عالي جدا. صحيح. انت فاهم، انت قصدك انه ممكن تعوض السرعه دي ان انت تسقط نص خطوه، وحتى اعوضها في الاوفنس برضو ان انا اقلل التيمبو بتاع الجيم شويه. عشان هي الانتقال من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم، لازم برضو اسيطر على الايقاع بتاع الجيم. ليها شغل يعني، مش مالهاش شغل. عشان كده بقول لك لازم تستغله، لازم اللعيب ده يستغل. اللعيب ده قوي جدا، قوي مش جدا. موجود في مصر وافريقيا خالص. هو برضو الحقيقه في كاس العالم برضو ان الراجل برضو ما اشركوش. يعني عمر طارق ده راح لعب خمس ماتشات، لعب 16 دقيقه، ده مش ممكن، ده مش ممكن. عشان بقول لك كان عندنا احسن، عندنا احسن، لان انت بتلعب على نفس السايزات دي. برافو. صح. يعني هو بيلعب على نفس السايز ده. المكسيك كان في واحد نفس السايز ده، نفس السايز ده، بس احنا كسبنا المكسيك. انما انت كان ممكن في ماتش ليتوانيا برضو كان الراجل ده له دور، كان له دور مع السنتر بتاع ليتوانيا ابو دقن ده، كان عمر كان يقدر يعمل معاه دور، وكان يقدر يعمل دور كبير جدا في الاوفنس برضو. بتاع ايسلندا تقريبا كنا ممكن يبقى ليه دور اكبر من طبعا كده. ليه ادوار كتيره جدا، هتدربك دفاعاتهم. يعني هم هيغيروا تيمبو الجيم وطريقه لازم عشان هيخافوا منه طبعا. ولازم اللعيب على الاقل هيسقط، تفتح مساحه للعيب تاني شويت. يعني ما هو ده اللعيب ده السنتر الكبير تقيل ده، لما يبقى جوه الزون لازم انت كديفنس اساسا بتبتدي تبقى كولابس، لازم تسقط شويه عشان تقلل على عليه المساحات اللي يعرف يلف فيها. فده في حد ذاته وجوده بيدي مساحه لبقيه الزملاء ان هم يلعبوا، حتى لو هو ما حطش باسكت، حتى لو هو ما حطش باسكت. فهو له دور فعال، بس لازم انت تكون لك انت كمدرب او انت كالنهارده بتدير الفرقه لازم تديله الشغل بتاعه، انت تعمل شغل ليه. طب كابتن، النهارده النادي الاهلي بيستعين بثلاثه محترفين. تمام. منهم لاعب عربي، وكان اختياره مقصود انه يكون لاعب عربي، عمر عباده، عشان يشارك معنا في البطوله العربيه، ومايكل فاكوادي، وكمان طبعا اللاعب الامريكي البوينت جارد موريس البوينت جارد نوريس البوينت جارد الثالث. شايف النهارده ان دول اضافه، خاصه دايما مستر اجوستي بوش بيبقى كل يعني مايكل فاكوادي دايما بيجيبه، لو افتكرت حضرتك في الباسكتبول افريكا. انا فاكوادي بحبه، خد بالك. لعيب كويس، لعيب كويس، لعيب كويس جدا. جديد علينا النهارده البوينت. ايوه. عمر عباده شفناه،
يعني عمر غده مش مع منتخب تونس بس، في البال كمان كان بيلعب مع فريق ساحل العاج، كان بيلعب مع فريق ساحل العاج، كان له دور مؤثر يعني، كان بينقل الفرقه كويس من الدفاع للهجوم، بيتحكم في ايقاع المباراه كويس، عنده شوطه كويسه، بيعرف يخش، بيشوف كويس، وهو لعيب طويل برده مش لعيب قصير يعني، لعيب طوله ينفع في المستوى الدولي، لانه برده القصيرين بيبقى عندهم شويه ديفو شويه، لان اللعيب اللي بقى قدامه بقى لو اكبر منك في الحجم بيقدر يلعب عليك اوفنس اكتر طبعًا يعني طبعًا. فهو ده يعني انا مش عارف، بس انا برضو اوجوستي جاب 2 بوينت جاردات يعني، جاب عمر عباده بوينت جارد وجاب الراجل الامريكي الثاني بوينت جارد. وجهه نظر ايه فنيه من وجهه نظر حضرتك؟ مش عارف احللها دي. برضو انت يعني انت النهارده المفترض كنت تجيب شوتينج جارد، لان النهارده انت عندك مثلا ايه الجندي بيجي له اوقات برضو ما هو مش توب فورم، وبرضو النهارده الجندي برضو جندي رغم انه من احسن اللعيبه اللي جت على مصر يعني، بس هو عمل كده في الباسكتبول افريكان ليج، جاب الولد الشويط اللي هو اسمه اللي هو ما كان، هو كان اموت وفكوادي، وكان الويست ميكر، لا كان في اول الراجل الشويط بس ده بس جارد مش بوينت، ما هو كان جارد يعني، هو عمل اللي حضرتك بتقوله ان هو ما جابش. انا ما اعرفش ليه ما عملش كده هو النهارده. طيب هل هو مثلا كانت الاختيار دي لقدامه، فممكن النهارده يلعب نورس يلعبه جارد، يكون هو بوينت جارد وهيلعبه جارد؟ انا ما شفتوش لان ما اعرفش هو بيلعب ايه. انا بس انا عارف ان هو بوينت جارد، هو بوينت جارد صريح يعني، ده اللي انا اتقال لي يعني انه ده بوينت جارد صريح. طب مين في الاهلي؟ طيب ما هو انت كل فرقه عندك محتاج 2 بوينت جارد، بس انت النهارده عايز الثلاثه في الملعب. بس خلينا نقول مين من المصريين او من اللعيبه اللوكال اللي تقدر تلعب بيه بوينت جارد موجود في الفرقه، خاصه عمر عزب مش معانا. بص هنقول يعني عمر عزب مش بوينت صريح في وجهه النظر الشخصيه نناية. يعني هو ما يقدرش يعني، هو اتنينها كويسه قوي صح. انما ما ينفعش واحد صحيح يعني، او يسند واحد، ما يبقاش اساسي واحد، ما يبقاش اساسي واحد ياخد لك تايم صحيح واحد يقدر. بس الوقت الكبير يتاخد في شوتينج جارد، ما يبقاش اساسي بالنسبه صحيح. لك ان ده بوينت جارد بتاع الفرقه صحيح بالك. بس هو دلوقتي ايهاب امين بيعرف يلعب واحد، جندي بيلعب يعرف يعني بيعرف يلعب واحد انت فاهمني يعني، هو النهارده عنده الامكانيه يلعب، عنده امكانيه انه يطلع لك الكوره من الدفاع للهجوم ويتحمل الضغط في نص الملعب، يتحمل الضغط في نص الملعب ويحاول انه يوزع الفرقه. ده عندك كتير يقدروا يعملوا كده، الجاردات اللي موجوده عندنا كلهم عندهم الامكانيات دي. النهارده المحترف الامريكي اللي لعب معاك السنه اللي فاتت مش موجود واعتزل، ده خساره. ده اعتزل تومسون اعتزل. انا كانت الناس بتهاجمه، انا كنت بحب تومسون ده جدا طول عمرك بتحبه، قلت لي كده اكتر من مره. الراجل ده لعيب مؤثر، وده مؤثر جدا. كسبنا 5 بطولات منه تمام. مؤثر انت ممكن انت باصص له لعيب عايزه يجيب سكور عالي، لا بالعكس انا ده لعيب بيلعب لي الفرقه يعني، اللعيب ده بيحط كل واحد في مكانه وبيدي لكل واحد في وقته ويشوط. فالنهارده هو مش موجود، وكمان هو كان بياخد له 30-35 دقيقه، فانت النهارده عشان تغيب ما هو هتلاقي يمكن اوغستي جايب الراجل البوينت جارد الامريكي ده او الاثنين يبدلوا بعض، او ممكن يبقى الوقت الثاني يكونوا مع بعض. بس في الوقت ده بقى احنا كنادي اهلي يعني، برضو انت عندك مثلا مؤمن طارق خيري عنصر شاب طالع يعني، كنت اتمنى انه ياخد مساحه في الـ في الـ في الماتشات دي. الماتشات دي هي اللي بتعمل اللعيبه، خد بالك الماتشات هي اللي بتعمل اللعيبه، مش التمارين. لسه العمر قدامه ان شاء الله اكيد، مش التمارين صحيح. ماتشات طبعا، ماتشات هي اللي بتعمل اللعيبه. النهارده انت دقيقه في الماتش ب 100 تمرين، انت بتطلع ومهارتك بتزيد جوه الماتش مش جوه التمرين. ونفسك الباسكت لعبه صعبه، صعبه جدا، صعبه جدا. فالنهارده لما بتلعب وتجيد بتوديك مكان تاني، وخاصه لما بتلعب كمان ضد يعني جد ديفنس قوي. بس مؤمن وجهه نظر حضرتك يعني جارد ولا بوينت جارد اكتر؟ يعني هو طول عمره في ناشئين كان بوينت جارد، كان بيلعب بوينت جارد. هو عشان طويل مؤمن مش قصير، وعنده شوطه كويسه، فهو الناس ابتدت ايه يعني برضو بيوجهوا في حته انه يبقى في اتنينايه وممكن يلعبوا ثلاثه في وقت لانه طويل، عنده سايز يقدر يلعب، عنده سايز يلعب الكلام ده. بس هو عنده امكانيات كويسه جدا، في بيشوف كويس يعني، بيشوف الملعب كويس، اسيست بتاعه عالي صح. فهو رؤيه الملعب كويس دي مش كل الناس عندها، ده مش كل الناس بتبقى شايفاك. وعنده نسبه في تيتا بونت كويسه جدا على سنه، على سنه ما بياخد مساحه. ما احنا المفروض النهارده كنادي اهلي برضو يعني، برضو حتى البطولات اللي بنشارك فيها دي طبعا شرف ان تشارك في كاس العالم للانديه، دي حاجه كويسه جدا طبعاً. بالنسبه للنادي الاهلي دي اول مره لينا، نتمنى لهم التوفيق. طبعا قبل كده شارك نادي الزمالك، وشارك من كدول عربيه يعني، والاتحاد المصري شارك من تونس يعني. مشاركتكم خلينا نتكلم ونعترف كانت مشاركه ضعيفه، لان ما كسبوش ولا ماتش، ما كسبوش ولا حاجه. فدي احنا بنتطلع النهارده لاول ماتش افريقيا نقدر نكسبه. احنا فرقتنا كويسه، نقدر، احنا فرقتنا نقدر، عندنا فرقه كويسه، نقدر. بس يبقى داخلين مش بالكونسبت ان احنا جايين ضيوف، لا احنا مش جايين ضيوف، جايين نلعب نكسب، احنا جايين نلعب.
فلو جايين نلعب الملعب موجود، خسرت في الملعب هارد لك خلاص. لما طب كابتن يعني هنحلل كده البطوله، انت عندك مجموعتك ثلاث فرق هيترتبوا 1 2 3، هتلعب انت اول يومين في المجموعه واليوم الثالث اوف، وهتلعب بعد كده لو الكروسات انت بقى كروسات اول بيلعب اول على على الجولد، اول بيلعب ثالث من المجموعه الثانيه، اول هيلعب ثالث وتاني هيلعب تاني. لا لا يا كابتن خلي بال حضرتك، هو في لغط حصل كتير واحنا جبنا الفاينل، هم مش عايزين وقت البطوله يطول، هم هيعملوا ان اول هيلعب اول على الجولد، وتالت هيلعب وتاني هيلعب تاني على البرونز، وتالت هيلعب تالت على الخامس والسادس. هتبقى كده، هم حصل فيها لغط كتير على فكره، والمواقع في موقع كاتب كده موقع كاتب، احنا جبنا الخلاصه النهارده. انت لو قلنا في اسوأ الورست كونديشن الورست كيس هيحصل ايه؟ انه هناخد تالت، هنلعب مين ناحيه منام البحريني. فكده ان شاء الله انت ممكن على الاقل يا رب باذن الله، احنا انا دخلت شفت السكواد بتاع المنامه، وناجي يعني زميلي في الاعداد برضه بصينا مع بعض، لقينا السكواد بتاعنا احسن بكتير من المنامه، فكده انت ممكن ماتش تكسب الا اذا حصل مفاجاه مع اتمنى ان شاء الله. انا متوقع ان شاء الله ربنا يوفقنا، انا متوقع ربنا يوفقنا، ولو شبابنا ركزوا كويس واوجوست يركز كويس في الجيم، ولعبنا على هوانا مش على هوا الخصم، يعني بمعنى ان انت اتحكمت في المباراه التيمبو بتاع الجيم، حضرتك عمال تعيد وزيد على التيمبو، احنا مش بتوع سرعه، احنا بتوع لعب منظم، احنا بتوع لعب منظم، ما تجرنيش بقى للسرعه. هو لو انت اتجريت ورا السرعه وعايز تجاري وتحاول ان انت تبقى ماشي على نفس الايقاع السريع مش هتكسب. صحيح، عندنا لسه مشكله في الحته دي. صح، عندنا مشكله كمصر، كمصر. مش كنادي اهلي. الله ينور عليك كابتن. كمصر عندنا مشكله في الحته دي، مشكله في السرعات، فاحنا في السرعات ما بنتفوقش، بالعكس بيجي لنا رعونه، فبتلاقي اي حد بيقعد يفرقع يشوط يشوط يعني يشوط. احنا لما نلاعب فرقه يعني تقيله بنعرف نأدي، بنأدي فرق سريعه ما بنعرفش، وفي النص بتخطف لك 2 3 4 5 6 فاست بريك، بتبقى برضو بتزود في الاداء، انما الاساس ان انا لازم اخلي الفرقه الثانيه تلعب على سرعتي، ان انا اوقفهم 5 على 5. طب كابتن احنا من وجهه نظر حضرتك وحضرتك قلتها في وسط سياق الكلام، ان احنا في اي حال من الاحوال احنا بنستفاد ومستفيدين جدا في كل حاجه، بطوله زي دي كل ده استفاده، استفاده خاصه ان السكواد بتاعك ما حصلش فيه تغيير كبير عن السنه اللي فاتت، فانت اللعيبه ثابته يعني سبتة. يمكن مصطفى كيجو بس ماشي جديد يعني، وده يعني سنتر وساد سنتر ما لا ما فيش فروقات، ما فيش فروقات يعني، انا بعتبر الاثنين على مستوى الاداء يعتبروا في نفس الليفل يعني ما خسرناش حاجه وما زودناش قوي بس يعني انت بس هو مصطفى مش لعيب وحش على فكره طبعا، وكمان خلي بال حضرتك في ميزه كويسه، هو عنده الويلنج انه يجي لك، وكان عنده رغبه من زمان انه يشارك مع النادي الاهلي او عايز يكون مع النادي الاهلي، وهو لو بس هي العمليه تبقى راجعه لاوجستي برضو، انا بقول لك اوجستي في لعب السناتر قليل سنه، ما هو لعب السناتر ده لو انت اتفرجت على كاس العالم اكيد طبعا مفتاح اي مكسب، مفتاح اي مكسب هي اللعب مع السناتر، اللعب انسايد، لعب انسايد على الراجل اللي واقف انسايد ده، اولا بيفتح بقيه الملعب، لان النهارده لو الكره بتنزل تحت لازم الديفنس كله لازم يضم ويقفل، يضم ويقفل تحت، بيديك مساحات بره تلعب، بيديك مساحات، اما تلاقي باس 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 ده حاجه تلقائيه، انا لما كنت ببقى جارد ولاقي الكره نزل تحت بروح مرحل واقف في مكان على الشوطه، شكرا بيجي لك بتشوط وسناترك موجودين تحت، يعني في برضه 50-50 تشانس. ده لاتفيا تقريبا، خد بالك لاتفيا دي جديده جدا، جديد لاتفيا دي لما كانت بتيجي تلعبنا مع منتخب مصر كنا بنكسبها. لاتفيا كسبت ليتوانيا، ليتوانيا بعد كده، فلاتفيا النهارده قايمه على سنتر، قايمه على سنتر يعني، يعني لاتفيا من الفرق اللي اكيد كلام حضرتك التزام وديفنس نار، بيلعبوا مجهود عالي جدا في الديفنس. طب تفتكر يا كابتن كده منظم اللي احنا شفناه في كاس العالم اللي فات ده يقول لك ان الباسكت ما بقاش في امريكا بس؟ لا ما بقاش في امريكا بس، انا بقول كده من بدري، الناس عماله بتتكلم ان النهارده الام بي اي ما راحش بالكريمه بتاعت الام بي اي، ما حدش ما قال لهم ما تروحوش، انت فاهم؟ ما بيحبوش يعني، هم ما بيحبوش الفيبا، ما بيحبوش مشجع، هم بيحبوا الاولمبياد، ما حتى لو راحوا برضه في الاولمبياد وراحوا بالسكواد العالي، النهارده اعداد اللعيبه اللي موجوده في الام بي اي النهارده من اوروبا بقى كتير جدا، بقى كتير جدا. صحيح. يعني النهارده احسن الام في بي بتاع 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 يوناني، كان يوناني لا 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 يعني السنة اللي فاتت، لا السنة دي اللي اسمه الصربي
لوكا اسمه لوكا لوكا جوكيتش يوكيتش وما راحش لعب معاهم كاس العالم برضو عشان ما دي برضه علامه استفهام ما راحش قال لك عايز اريح ما هو انت الام بي اي في حاجه و90 ماتش خد بالك السيزون بتاعه قلبه يريح كاس العالم لا وبعدين يعني برضو صربيا انا بحب الصرب خد بالك انا بحب مدرسه الصرب دي مدرسه الصرب دي في الباسكتبول عاليه جدا صربيا واخده 5 كاس عالم مش صربيا يعني بما كان اول 3 يوغوسلافيا وبعد كده 2 ايام درازان بتروفيتش وديفاك وراجا صربيا اتفتتت 5 دول والخمس دول منهم 3 بيلعبوا في كاس العالم يعني انت عندك مونتينيجرو وصربيا ومسادونيا الثلاث فرق دول ما دول كانوا المفترض يبقى فرقه واحده تخيل منتخب يعني منتخب 3 فرق كان يعني 3 يعني فكوا الثلاثه راحوا كاس العالم ومنهم كرواتيا لسه بس كرواتيا عندهم ظروف كده فمش مشاركين بس فرقه قويه جدا فالنهارده انت بتتكلم في صربيا يعني وبعدين معاهم الجبل الاخضر بس معلش يا كابتن لو امريكا راحت في كاس العالم بليبرون جيمس بكيري بتومسون اكيد اللعيبه طبعا اعلى ما حدش يقدر ينكر ما حدش يقدر ينكر ده كواليتي لعيبه انت بتتكلم في لعيبه النهارده بملايين الملايين الدولارات يعني في فروق كبيره جدا في الافراد كلاعب ضد لعيب يعني امكانيات اعلى امكانيات بدنيه اعلى بس مش هيبقى التفوق الكاسح لا اللي هو كنا بنشوفه زمان فرق 50 و60 و70 بوينت اللعبه قلبت على ديفنس الام بي اي برضه الديفنس فيه رغم ان يبدو ان هو قوي جدا وبيلعبوا الدفاع بس هم برضه الام بي اي شو عشان ملعب اوسع كمان وهو شو طبعا هو الناس بتقول لك انا جوينج تو ذا شو هو مش بيقول لك انا رايح العب جيم انا جوينج تو ذا شو هو النهارده قدامه جماهير كتير عايز اللعبه الحلوه عايز الدنكات عايز الشوطه الاوت اوف رينج عايز الحاجات اللي هي ايه الناس بتقول عليها واو ده الام بي اي اوروبا غير كده اوروبا ديفنس هثبتك مكانك هو مش هتحط باسكت بس خلي بال حضرتك انا سمعتها من الامريكان كان الملعب في الام بي اي واسع فده بيدي مساحات زائد فيه رول مهم في الهلب ان انت ما ينفعش تبقى بايت في الهلب ما ينفعش تبات في الهلب يبقى عليها بونت على طول بالظبط في اوروبا مش كده اوروبا الملعب في فيبا بقى الملعب اضيق الثلاثه بونت اقرب فالامريكان بيتضايقوا مش عايزين بقى النط اللي هم بيعملوه مش لاقيينه مساحات والجري مش لاقيينها انت لعبت ضد امريكا ولا لا انا ما لعبتش ضد امريكا انا لعبت ضدهم 3 مرات انا مسكت ديفيد روبنسون في بطوله من البطولات الامريكان في الملعب حجمهم كبير قوي حجمهم كبير حاجه مش طبيعيه عشان بالك يعني الملاعب الضيقه غير فرق العالم لا ملاعب حجمهم جامده صح احنا كنا بنلعب بره والله ماتش عمرو ابو الخير كان معانا في بوينت جارد فالمهم عمرو طبعا هم نزلوا ما تفهمش برضه هو بيقول لك ده نيم اوف ذا جيم هو نازل لعبنا ده ضاغط علينا فول كورت بريس من اول لحظه من اول جمبول فتطليع الكوره صعب جدا بكلمك جد الشباب لما بتنزل وبتفرش والله بيقفل الملعب مش هزار فعمر عيني مش عارف يطلع بالكوره فقال لك ما تسيبونيش الخمسه نطلع الكوره تبقى معايا انتوا معايا رجلكم على رجلي ماتش صعب ده كان في الاولمبياد كان معانا كابتن حسام برضو عبد الحميد كان كان هو الماتش ده انا جايب فيه مش عارف 4-6 بونت وعصام جايب 8 احنا وسكورنا كان قليل وضربونا كتير كانوا ايه 90 حاجه وحاجه و60 او حاجه و50 حاجه كده يعني فالسكور توزع على الفرقه احنا بالنسبه لنا بس ماتش ما تنساهوش يا كابتن طبعا اكلمك جد انا والله انا لا اذكر ده زي امبارح يا عمرو ما تسيبونيش طلع الكوره كلنا سوا عشان يعرف يلاقي مساحه يطلع فيها لا ده لسه اتكلم مع حضرتك بس يعني في تفاصيل كتير بس خليني استاذنك واستاذن الساده المشاهدين نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا الممتع مع كابتن هاني عبد المنعم عن النادي الاهلي ومنتخب مصر والباسكتبول في مصر ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن هاني عبد المنعم نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق اولمبياد كاس عالم احد اساطير اللعبه حرفيا كابتن هاني يمكن عايز اروح مع حضرتك في حته معينه وهي الدوري المصري تمام الدوري المصري النهارده بقى دوري قوي وانا من وجهه نظري يعني ما اعرفش طبعا متواضعه وطبعا حضرتك يعني استاذنا ومثلنا الاعلى في كل شيء انه اقوى دوري في المنطقه ده معلش اقوى من الدوري اللبناني واقوى من الدوري السعودي انا من وجهه نظري يعني متواضعه شايف الدوري المصري ازاي وشايف تطوره في وجود الاجانب ازاي اختلف معاك الدوري المصري لا مش قوي يعني الدوري المصري ما يفرش خامات كويسه انا شايف اساسا يعني حتى بعدد الفرق اللي بينافس يعني انت بتوصل لا 6-7 انت بص واحنا قاعدين دلوقتي كده اقول لك ان اهلي واتحاد اهلي واتحاد يعني ده مش ممكن يكون دوري قوي لما انا النهارده واحنا قاعدين دي قبل الدوري ما يبدا بقول لك النهارده اللي هيبقى في المنافسه في الدوري اهلي واتحاد طب شايف البلاي اوف ينافس يا سوري يناسب
نوعيه الفرقه المصريه ولا نرجع زي زمان دورات مجمعه خاصه ويندوز اللي بتتلعب دلوقتي بشكل كل حاجه يعني. لازم كلها اسباب. انا النهارده يعني وده رساله موجهه للاتحاد انا بقولها لهم في الوش على طول يعني انا كنت عضو مجلس اداره في الاتحاد سابقا يعني طبعًا. بس برضو بقول لهم انتوا النهارده احنا بنطول الدوري ليه؟ مفيش اي نتائج من ان اطول الدوري. مفترض ان انا النهارده عندي فرق قوميه دلوقتي صاعده ان انا اقدم الاجنده الدوليه على الاجنده المحليه. وانجولا بتعمل كده. كل الدول اللي عايزه ترتقي بمستويات فرقها القوميه لازم تعمل كده. ليه؟ لان الدوري المحلي ما انت النهارده دوري بتلعبه من غير جمهور. مفيش جيت، مفيش اعلانات. في فرق بتصيف من البلاي اوف بدري بدري. شكرا. يعني انت في الدور الثمانيه او البلاي اوف بالبدايه في فرق بتخسر بره نوك اوت وبتقعد شهرين ما بتلعبش. انا حضرتك النهارده الدوري المرتبط انا طبعا الدوري المرتبط شيء كويس بس هي النظريه النظره هو انا بلعب دوري المرتبط ده اضيع فيه الوقت ليه عشان اربط فرق ال 16 مع فرق الدرجه الاولى كويس عشان نهتم ماشي كويس قوي انما طلعني بنتيجتي يعني طلعني انت ما تصفرنيش انت النهارده وانت بتعمل دوري المرتبط عشان ترتب من 1 ل 8 وطلعني زيرو طب انا زيرو المجهود اللي انا عملته اطلع بالنقط اللي كسبت اطلع اللي انا كسبته واكمل والناس وده دوري خلاص بقى بيعد بنقط اللي يكسب يعني يكسب يعني قصدك ان احنا ما نفصلش المرتبط عن ما بعد انت المرتبط. عايز تفصل المرتبط خلي النتيجه بتاعته تكون ايجابيه لان انت النهارده دوري المرتبط في النهايه تقول لك ده مش دوري ما بتعترفش بيك بطوله فانت ازاي النهارده انت بتلعبني كميه اللعب ده كله كميه المصاريف اللي على الانديه دي فكره محترمه ماشي كويس قوي طب ما انا اطلع بيها اطلع بنتائجي اطلع باللي انا بذلت فيه مجهود امال انا صرفت الفلوس دي كلها ليه عشان الدوري المرتبط طب مش عايزه الدوري المرتبط ما اهتمش ايه المشكله ما انا النهارده في الاخر هطلع من 1 ل 8 وابدا تاني من 1 ل 8 تصنيف بقى لاعب كروسات الله طب ايه الموضوع انت بتلعب دوري مرتبط عشان ترتب الفرق من 1 ل 8 حضرتك من وجهه نظرك ان انا اطلع بالنقاط بتاعتي اطلع بنقطي تمام. وخلاص وابقى اكمل وده بالعكس ده هيدي دافع للفرق اكتر انها تهتم بالدوري الناشئين فعلا أو يبقى انا كده ههتم فعلا ان انا عايز اطلع بنقطي عايز اكسب مش اهتمام ظاهري بس عشان اخش جوه لا واعمل بعد كده بطوله السوبر تبقى مربوطه ماشي خلاص كده انا طلعت بنقطي والناس بتتنافس بس انا مش عارف في نقطه انا كنت اثرتها قبل كده في الاستوديوهات التحليليه حته البلاي اوف انا شايف ان البلاي اوف بيبقى ناجح لما يبقى فرقه دوله زي امريكا بتبقى عندها ايست ويست ودول وولايات كتير ناس بتتفرج انما النهارده انا عندي هم ست فرق اللي بينافسوا ما ينفعش ابدا ان انا ابقى في فرقتين منهم بطلعهم قبل الدوري ما يخلص شهر ونص والفرقتين اللي وراهم بيطلعوا بره طب ما انا اعمل دورات مجمعه زي الويندوز بتاع كاس العالم وهي دي اللي بتتلعب ده ما هو احنا مش كده بقول لك تتفق معايا بدي ولا حضرتك شايف البلاي اوف ممكن يكون لا انا البلاي اوف ليه غرض البلاي اوف الامريكان عملوه علشان يزودوا الجيت عشان كل دي ايرادات النهارده الفرق دي كلها فرق محترفين ملاعب ما فيش ماتش بتلعب ملعب فاضي صحيح ده كلام فاضي مش بيتباع قبلها بخمس ست شهور ما تلاقيش تذكره في البلاي اوف ما تلاقيش تذكره اصلا انا كنت رايح امريكا من فتره قريبه وحاولت اشوف ماتش احضره دخلت على الابلكيشن ما فيش الكراسي اللي فاضيه فوق خالص بتتفرج في التلفزيون تشوف لعيبه نمل انا بقول لك هتتفرج في التلفزيون احسن من فوق هو بيحط لك شاشه انت يعني انت قاعد في البيت تتفرج في التلفزيون فالنهارده هي البلاي اوف له موضوع اللي فوق دي ب 150 دولار و 200 دولار يعني عشان كده بقول لك هي النهارده له موضوع معمول مجرد ان انا بلم ايراد ماتشات رايح جاي كلها فيها نتائج كلها نتائج مكتوبه وفي ابناط موجوده وده بزنس يعني صحيح. بزنس عالي ممكن ده ما يناسبناش طب ما ندرس مش متواجد عندنا يا ريت نوجد البيزنس انا مش بقول لا يا سيدي نلعب بلاي اوف بس خليني ملاعب ادخل فيها جماهيري وادخل فيها ناسي عشان اعرف ابيع للتلفزيون وعشان الدول احنا البال يا راجل النهارده لعبنا البال في مصر اللي هي بطوله افريقيا للانديه تصفيات ما كانش جماهير انا يا جماعه في ايه ده احنا حضرتك حاجه زعلتني بقى كمان لما رحت حضرت الماتشات دي لما لعبنا بطل انجولا في لعيب من جنوب السودان موجود معاهم ديانجا احنا كان معانا لعيب من جنوب السودان بس هم كانوا جمهور انجولا جمهور جنوب السودان شجعوا انجولا كانوا اكتر من الجماهير اللي حضرت تاني تصور في مصر فاكر الماتش ده طبعا في مصر فهو دي حاجه برضو يعني تزعلني انه انت لو عندك فعلا جماهير تحضر انت هيبقى عندك بيزنس كويس انا بص يعني الناس بتقول لك النهارده مفيش جماهير علشان دواعي امنيه ده كلام مغلوط انا بقوله على الهواء مفيش حاجه اسمها دواعي امنيه ما ينفعش النهارده يبقى عندي فيها حفله واجيب 50 60 الف واحد احطهم جوه الاستاد ما هي زي ماتش كوره بس خلي بال حضرتك هي الفكره كلها انه ممكن الصالات الباسكت مش محتاجه العدد ده كله طبعا حضرتك عارف الباسكت ممكن 500 واحد
بس هو برضه في عزوف شويه، مع خلينا نتكلم حضرتك بكل امانه، في عزوف من متابعه الباسكت بشكل كبير. لا بقت النهارده يعني عمليه صعبه، يعني ما فيش عزوف. انا عايز اقول لك حاجه، ماتشات البال لو تشوف عدد المشاهدين كانوا المتابعين لفريق النادي الاهلي، لا حاجه كبيره جدا. مصر كلها كانت بتتفرج على البال. اللي كانت هنا، التصفيات اللي كانت هنا، مجموعه النيل، مجموعه النيل والفاينلز كان الناس كلها متابعه على الاون. طبعا بالظبط، لو كل انديه مصر كانت معموله على الشاشات الناس كلها قاعده تتفرج. طب خليني اقول لحضرتك مثلا انه النهارده ماشي بلاي اوف ما ينافسش. طيب ما هو كان زمان، انا افتكر ايام كابتن محمود احمد علي رئيس الاتحاد الله يرحمه، كان بيعمل حاجه نظام دورات مجمعه. دورات مجمعه، لانه كانت افريقيا ساعتها كده، كان حضرتك لما اتاهلت من افريقيا كده. دلوقتي افريقيا عباره عن ويندوز، بتروح تلعب ثلاث ماتشات رايح يوم وتلعب ماتش. فاذا انت النهارده اتفرض عليك نفس النظام تاني، ان انت بتلعب ثلاث مباريات متتابعه، تريح يوم وتلعب مباراه ب 12 لعيب. خلي بال حضرتك ب 12 لعيب. هم في الاتحاد بيلعبوك الثلاث مباريات بس مش متتابعه، بيلعبوك بس مع نفس الخصم. مع نفس الخصم على الاسبوع، يعني بتلعب ماتش ويوم راحه وماتش. طب ما انا اعمل ده، انا وجهه نظري يعني ده الصح، انا موافق. ما نعمل 8 فرق ودورتين، ويبقى هنا 4 دوره مجمعه وهنا 4 دوره مجمعه بكاتيجوريز معينه، وتعمل 3 دورات مجمعه، يبقى كل الفرق المصريه بتلعب بنفس نظام افريقيا، وهتوفر في الوقت. اما صحيح. هتوفر في الوقت، هتفتح لي مساحه اكتر للمنتخب يشتغل. الله ينور عليك كابتن. صحيح، اشتغل منتخب اول ومنتخب به، اشتغل اكتر من فرقه. صحيح، وانا كان في وجهه نظري اساسا وقلتها للناس، يا جماعه طب ما النهارده منتخبات الناشئين، ان احنا بنروح كاسات العالم وكل حاجه جميل قوي، ان انا بتاهل من افريقيا، لان عندي دواري منظمه، الدواري المنظمه دايما بتفرز لعيبه عندهم فكر شويه منظم عن بقيه افريقيا. انا اعمل فرقه تلعب مع الدرجه الاولى، يعني صحيح. اعمل النهارده فرقه ال 18 سنه، فريق قومي بتاع 18 سنه ده يلعب في فريق الليج. هو الليج ونتائج محسوبه، محمود عملها مره سنه ونتائج محسوبه. محسوبه 18 سنه منتخب لعب كانه فريق. ده هيفرق مع هيفرق مع اللعيبه الصغيرين دي بمراحل. انا لعبت الدوري كده، انا لعبت فريق اول درجه اولى 17 سنه ونص ولا 16 يعني. بس حضرتك قلت نقطه مهمه، ان نتائجه محسوبه طبعا. طب بس سؤال هنا يا كابتن هاني، طب افرض لعيب مهم في الاهلي، بلاش الاهلي، اي فرقه ثانيه، عشان ما اقولكش ان احنا يعني بنتحيز. لا المنتخب يلعب مع المنتخب. لا يلعب مع المنتخب. يعني دلوقتي انا عندي سنتر مهم واساسي بيلعب، بس ما فيش، ومديله عقد بالملايين يا كابتن. ما فيش عقد في ملايين بال 18 سنه بيدوهم والله. لا ما فيش حد بيدي، ماشي بديله 250 ولا بيدوه ولا لا لا لا، كل اللعيبه الصغيرين دول ما بيدوش، كل حق رعايه. يعني حق رعايه لغايه. صحيح، مش هتلاقي نادر لما تلاقي لعيب 18 سنه مؤثر مع فرقته جامد. زيرو، مش نادر، زيرو. فدول يروحوا يلعبوا 12 لعيب معاهم مدير فني بتاعهم، بيلعبوا ونتائج محسوبه. انا النادي بالنسبه لي المصلحه في الدرجه الاولى. صدق يا كابتن فكره جامده جدا. انا اتعاملت معايا على فكره، انا لعبت مع كابتن رائد الجنيدي فريق في الدوري، كنا بنلعب الاهلي والزمالك والاتحاد، بس النتائج غير محسوبه. انت ما ده غلط. وانا استفدت وجيلي كله طلع. النتائج المحسوبه ايه؟ اسماعيل احمد جيلي وطارق غنام جيلي وكلنا كده. بقول لك كله طلع لعيبه كويسه. الجيل ده كله كان 12 لعيب بيلعبوا في انديتهم بعد كده. ليه بقى اللعيبه كويسه؟ لانك بتلعب مع السن الاكبر، فانت كده كده واخد على اللعب ده، واخد على السيستم ده، واخد على النظام ده، بتبتدي مهاراتك تتبلور بدري. وتاخد وقت ومساحه اكبر. انا اول ماتش ليا في الدرجة الأولى مع النادي الأهلي كان مش فاكر سنة 84 ولا كان سنة كام. كابتن محمود أحمد، أنا كنت طالع برضه من الناشئين، كنت يعني لاعب برضه منتخب مصر أفريقيا، وخدنا بطولة أفريقيا سنة 83، وأنا لعبت درجة أولى من 84، موسم 84. أول ماتش ليا درجة أولى كان على ملعب نادي الاتحاد في استاد اسكندرية، والكابتن محمود أحمد علي بدأ بيا الماتش ده، لسه عيل صغير. مفيش لسه، بكلمك جد، مع لعيبه مين بقى؟ انا جنبي كان كابتن طاهر رجب، كابتن نبيل بخيت، كابتن عماد مراد، سلعاوي كان حضرت. سلعاوي طبعا، سلعاوي ما بقول لك من سنه 84. سلعاوي، كل الزملاء موجودين، وكان الناحيه الثانيه كان عصام ابو العينين، على كان السيد صابر، على زاهر عبد الباسط، فرقه يعني فرقه اتحاد في عزه، مدحت ورده، عمرو ابو الخير، طارق الصباح، اول خمسه فايف ستاندينج. دي الدماغ اللي انا بحترمها في المدرب. محمود احمد علي كان قلبه قاتل، ده الدماغ، جريء جدا الله يرحمه يحسن، هو شايفني انا قوي. انزل العب، وده ادالك بقى ايه؟ فت مصر، اولمبياد، كاس عالم، النادي الاهلي، يعني عمل لعيب. انا حملت شرط الكابتنه في النادي الاهلي من سنه 88 لغايه 96، يعني من اطول فترات اللي انا قعدتها كابتن فريق النادي الاهلي. حققنا بطولات كتير، عملنا شغل كتير، ومع المنتخب كمان ومع كان فريق ثابت مع المنتخب، اولمبياد. انا لعبت 13 سنه منتخبات مصر. فالنهارده ده كله جه من ايه؟ اعدادك كنت صغير. مظبوط.
انت بتفتح فرص للولاد الصغيرين. انا نفسي النهارده اما تيجي تكلم حتى النهارده جوه الناس يقول لك اصل مفيش لعيبه. يعني بقت النهارده التعليق مين يجيب تدعيم وصفوفه؟ مفيش لعيبه. ازاي مفيش لعيبه يا جماعه؟ بس يديله الفرصه، مش مديهم فرصه ومش مدي المساحه للعيب انه يلعب. طب كابتن هاني، عايز اتكرك لقضيه بيعاني منها النادي الاهلي بالاخص، الا وهي رحيل عدد كبير من اللاعبين الناشئين من عندنا لتفوقهم وتميزهم على المنتخبات، بيروحوا جامعات في امريكا بشكل ومدارس كمان، مش جامعات بس، جامعات ومدارس بشكل مرعب. يعني النهارده لو جينا واحنا واقفين دلوقتي هنتكلم عن بيبو زهران، هنتكلم على محمود وليد، هنتكلم على لعيب قبل كده الشيخ كان موجود، هنتكلم على كان بيدو، ما هو بيبو زهران، لا بيدو اللي هو اللعيب الطويل، بيدو عبد الله ناصر راح الجي ليج، بيلعب في الجي ليج دلوقتي. عند حضرتك كمان يعني لو انا ناسي حد برضو افتكره، عندنا في اخوين انا مش فاكر اسمهم، عندنا كايدار سيف هنداوي، عندك الولد اللي هو اسمه عصران، علي عصران، مواليد 2007 اللي راح الام بي اكاديمي، عندك وانت مغمض كده انا فاكر، وانا 8 ده مصلحه خير، انا ما عنديش مشكله، يعني مش زعلان من لا خالص، يا ريت كل اللعيبه دي تلاقي فرص وتطلع بره، هيفيد المنتخب القومي. وبعدين لما اللعيبه دي ترد مصر، النادي الاهلي ما فيش حد احسن منه على فكره، كله هيبقى عايز يستني دوره في النادي الاهلي، كله مستني دوره. يعني ما فيش النهارده النادي الاهلي مش شرط انه يربط النهارده، يعني حته الملعب باسكت ما بيقفش على حد النهارده، النادي ما انت ليك عدد معين خلاص، انت استوفيت عددك خلاص، شكرا، بقيت الناس هتدور على الحته الثانيه. انما كارتباطات كنادي اهلي، النادي الاهلي اكثر الانديه المصريه احتراما للعقود، واكثر الانديه المصريه احتراما لكل ما يلتزم به، ما فيش حد بيخش النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، فالنهارده المؤسسه الكبيره دي ما بتضيعش حقوق الناس، ما بيطلعش لعيب يقول لك اصل ده خد عليا فلوسي، ده راح مني، فالناس يعني اللي يحب يلعب في النادي الاهلي ده شرف. يعني حضرتك شايف انه يلا روحوا مفيش مشكله، ده فايده، لان هو في الرجعه كده كده لو انا له احتياج ليا هيجي لي اول واحد، صح، لان انا محترم، ولينا في ذلك هبقى مين اكبر حاجه، هبقى مين كان راجع على سبورتنج، ما انا بقول لك اختار النادي الاهلي، انا نادي محترم، يعني نادي محترم، بحترم كلماتي، سمعتي كويسه، اللي اللعيب بيتفق عليه بيوصله، ما فيش حد بيتاكل عليه حاجه، مش بقول لك نادي الاهلي مؤسسه، ما يعني في انديه كتيره فيها مشاكل ولغط ولعبته ما خدتش، وهتلاقي قصص وافلام كتيره جدا، انما ما سمعناش الكلام ده في النادي الاهلي، ما عندناش. فالنهارده اي لعيب من عندي بيطلع بيروح جي ليج، بيروح اي حته، لو ربنا وفقه ولعب في حته، ده مصلحه لمصر، يبقى النادي الاهلي خرج حاجه لمصر، حد هيقول ده من ناشئين النادي الاهلي، لعب في اي حته من ناشئين النادي الاهلي، حاجه كويسه، ما بنقولش لا. واحنا عندنا فرقه كويسه، عندنا مؤسسه كويسه، عندنا قطاع ناشئين كويس، اللي عايز يكمل اهلا بيه، اللي عايز يطلع بره اهلا بيه، وفي نفس الاول والاخر لما هيتفوق في جامعته او حاجه وهيفكر يرجع مصر تاني، هيكون اول نادي بيفكر فيه زي ما حضرتك بتقول كسمعه وكحب وكانتماء، هيرجع النادي الاهلي. في حته بس في النادي الاهلي دلوقتي، حته موضوع ايه الاعضاء وابناء الاعضاء، ده في الناشئين، في قطاع الناشئين او البراعم، يمكن البراعم، الناس لازم تفهم ان النادي الاهلي في الاول وفي الاخر انت بتصرف ملايين في هذه اللعبه، بتصرف ملايين، فالمفترض ما تبقاش يعني اهلا وسهلا بابناء الاعضاء، ده طبعا على العين والراس، اللي فيهم متفوق لازم في مكان طبعا، اهلا وسهلا، ما فيش حد بيقول لا، بس لازم النهارده يكون في مساحه لما هو خارج ده، اللي هي الاجسام الكبيره، الاجسام الاطوال النادره، ده لازم يكون مفتوح له الباب، ما ينفعش النهارده في لعيبه كبيره ولعيبه مهاري اعلى، انا كان النهارده حتى لو مش طويل، لعيب مهاري وقصير، لعيب مهاري وطوله مناسب وجسمه كويس، لازم اجيبه لان ده انا بحضر، انا كل ده بيخدم على الفريق الدرجه الاولى، انت قطاع الناشئين ده وظيفته ان انت تخدم على الفريق الدرجه الاولى، ان انت ده استثمارك انت عشان ما ترجعش تشتري اللعيبه دي بملايين الملايين، ترجع بعد كده تدفع فيهم ملايين، فالقصد في كده ده استثمارك، انك تامن استثمارك، اللي بيطلع ده برضو بيطلع النهارده بيبقى تاكله ليه ولايه، النادي الاهلي له ولايه على كل اللي بيصرفوا على اللعيبه اللي في قطاع الناشئين دول، فحته ان انا اقفل بس على ابناء الاعضاء ده مش صح، انا مش شايف انه صح، لان النهارده احنا انت راجل بتدور على مكسب، انت مش راجل بتعمل حاجه عشان الناس تيجي تمارس رياضه، المفترض بقى النادي يوفر قطاع تاني لممارسه الرياضه، لان الاعداد زادت، وده موجود على فكره المدارس موجوده لغايه دلوقتي واعمار سنيه كبيره، ما هو يعني انا بقول لك الاعداد زادت، احنا ما شاء الله ان الاهلي بقى عنده 4 افرع واعلى من المليون يعني عضو يا جماعه، مميز، رقم كبير، رقم كبير من اكبر الانديه اللي في مصر، فالنهارده ان انا اوفي على ده رياضيا صعب جدا، صعب جدا، يعني ان انا اخلق اماكن، ان الفرقه 12 لعيب. طب كابتن، عايز برضو فرصه حضرتك معايا،
حضرتك متابع كويس كره السله وشايف وقريب، مين اللعيب اللي طالع دلوقتي عاجبك؟ انت لعيب كده عنده 18 19 20 سنه يعني بتتفرج عليه بتقول انا بتكيف لما اتفرج على الواد ده. بص ابن طارق خيري محمد. تمام. لعيب كويس. تمام. لعيب كويس. كويس جدا. لعيب انا مستشار له انه هيبقى كويس. مين تاني؟ كريم حاتم برضو لعيب كويس. بوينت جارد لعيب كويس. ولعب كاس العالم. كنادي الاهلي. كبير دي كانت. وعندنا في فرقه 18 سنه في النادي الاهلي فرقه كويسه قوي. 18 سنه. اللي بتلعب دلوقتي هي 2006 2007. فرقه كويسه قوي. يعني مش عارف اسمائهم الحقيقه. بس طبعا انا اتفرجت عليهم في الملعب كده. لا فرقه كويسه. فرقه تقيله. ودي مرتبط السنه دي. ودي مرتبط. مسكهم كابتن محمد اشرف توفيق. ومحمد اشرف المدرب كويس جدا. هو طبعا من عيله كويسه كلها. كابتن اشرف توفيق طبعا راجل علامه في الباسكتبول يعني ما نقدرش نقول عليه. بس اقول لك على حاجه. والله ويمكن كابتن اشرف هيبقى سعيد باللي اقوله. كابتن اشرف توفيق هيبقى سعيد باللي انا بقوله. محمد هيبقى احسن من كابتن اشرف توفيق. وعلى فكره هيفرح ابن الوزع يعني دي الحاجه الوحيده ما يزعلش اللي ممكن كده عايز يزعلش ما يزعلش يعني ابن الوزع ابن الوزع. وخلينا نقول ان كابتن اشرف ليه دور كبير جدا في تكوين الفرقه الحاليه. طبعا الفريق فريق الاهلي اللي موجود دلوقتي قوامه الاساسي 80 70% كانوا كابتن اشرف توفيق عمرو زعلان اللي صعدوا ومؤمن خالد اللي صعدوا عمر طارق وعمرو الجندي له بصمات كلهم اللي جاي يقدر ينكروا بصمات فهو يعني كابتن اشرف توفيق الحقيقه. بس انا بتوقع لمحمد لان انا بقعد محمد واسلام من المدربين كويسين. اسلام الكيلاني بس هو اختار طريق تاني بقى. اسلام ربنا وفقه الاول. ربنا وفقه هو عايز يشتغل مع الفرقه الكبيره بقى خلاص. طموحه ده طالما طموح شرعي بكل احترام وكل الاحترام ليه. وهو راجل مدرب كويس جدا. مدرب كويس جدا. ونتمنى له كل الخير. وبعدين كده كده النادي الاهلي بيته. فاهم انت لما وقت غير فرقه غير فكره لما الدنيا تسمح. ما هو ده مكانك مش هتروح في حته يعني. برضو انا بقول ده للناس حتى اللي بيطلع من النادي ويرجع. الدنيا ما بتقفش والظروف ليها متغيرات في اعداد محدده. ده بيتك. وقت ما هتروح وترجع هتعمل تجربتك في حته هتعلى شويه انما يعني هو من اسلام سكته في الدرجه الاولى كانت هتبقى صعبه لان فلازم يروح بره. لازم يروح بره. انت عايز كده يبقى تروح بره. احييك يا كابتن هاني نورتنا وشرفتنا والله. لو قعدنا نتكلم اربع ساعات مع حضرتك في الباسكت هنستفاد ونتعلم. انا سعيد والله سعيد بيك الحقيقه. انت عامل جو جميل جدا في قناه النادي الاهلي وحقيقه بقيت حاجه جميله جدا. ربنا يحفظك ودايما يوفقك. ده وسام على صدرك حبيبي. نعم نجم مصر والنادي الاهلي في كره السله واللي سعدت بيه جدا النهارده. نورتيني وشرفتيني حبيبي. الله يحفظك يا جميل. اعزائي المشاهدين دي كانت النهارده تغطيتنا وحوارنا حول مشاركه فريق باسكت الرجال بكره في الانتر كونتيننتال وشفنا تحليل كابتن هاني عبد المنعم. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.